بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة عروض التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما أنهى الحديث في الزكاة النقدين وهما الذهب والفضة، شرع بعد ذلك في عقد باب بعنوان: باب زكاة عروض التجارة. وهذا العنوان الذي ارتضاه المؤلف هو حسب ما ذكره في أول كتاب الزكاة، حينما ذكر أن أصناف الزكاة التي تجب فيها الزكاة خمسة، ومنها عروض التجارة. بينما صاحب المنتهى والغاية تبع لصاحب التنقيح سموا هذا الباب بباب زكاة العروض، والفرق بينهما شكلي، وذلك أن العروض تنقسم إلى قسمين لا ثالث لها: إما أن تكون العروض عروض تجارة، وإما أن تكون العروض عروض قنية. وقد ذكر في هذا الباب أحكام زكاة عروض التجارة والعروض التي يختل فيها شرط الوجوب فتنتقل إلى كونها عروض قنية. وبناء على ذلك، فإن المصنف كما أن صاحب المنتهى والغاية كذلك تكلموا في هذا الباب عن زكاة عروض التجارة وعن سقوط الزكاة في عروض القنية. إذن فلا يكاد يوجد هناك فرق كبير بين تبويب صاحب المنتهى وتبويب المؤلف. وذكر في المحرر ومن تبعه كصاحب الفروع عنوان هذا الباب بقوله: باب زكاة التجارة، بدون ذكر العروض. والتبويب عليه بكونه زكاة التجارة فقط بدون العروض هو أعم من زكاة العروض، لأن التجارة تشمل الثمن والمثمن، والثمن يكون غالبا بالنقدين والمثمن يكون بالعروض. فحينما نقول باب زكاة التجارة فيشمل زكاة النقدين من الذهب والفضة، ويشمل معهما كذلك باب زكاة عروض التجارة. المقصود من هذا أن تبويبات الفقهاء متقاربة، وإن كان بعضهم أعم وأشمل من غيره. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها أو الجملة التي بعدها، أريدك أن تعلم أن العروض هي جمع عرض، وهو ما يكون من السلع وغيرها ويقابل العرض النقد. فإن النقد ليس عرضا، وهو الذهب والفضة من الدراهم والدنانير أو غيرها من النقود التي تقوم مقامها. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العروض تنقسم قسمة ثنائية لا ثالث لها، فهي إما أن تكون عروض تجارة، وإما أن تكون عروض قنية. فعروض التجارة فيها الزكاة، وعروض القنية لا زكاة فيها، ولا توجد هناك قسمة ثالثة أبدا. لا يوجد في كتب الفقهاء تقسيم ثلاثي بجعل قسمة ثالثة. وأقول هذا لأن بعضا من الباحثين قد يزيد قسما ثالثا أحدثه، وهو في الحقيقة لا بد أن يرجع لأحد القسمين، وهو ما عبروا عنه بالعروض التي يقصد بها حفظ المال. والحقيقة أن العروض التي يقصد بها حفظ المال تارة تكون من عروض القنية، وتارة تكون من عروض التجارة، ولا تخرج عن هذه القسمة الثنائية، وسيأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وهي ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالبا. نعم، قول المصنف وهي أي عروض التجارة ما يعد لبيع وشراء. قوله يعد لا يلزم أن تكون قد بيعت حقيقة، وإنما هي معدة ومهيئة للبيع والشراء. والبيع والشراء تارة يكون لأعيانها، وهو البيع المعروف، وقد يكون البيع لمنافعها، وستأتي معنا مسألة دقيقة إن شاء الله، وهي زكاة المنافع المعدة للتجارة، وهذه مسألة هي من دقيق الفقه، سيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف. إذن قوله ما يعد لبيع وشراء، سواء كان البيع والشراء لعينها أو كان البيع لمنافعها المعدة للتجارة. وقوله لشراء هذا من باب المقابلة، إذ ما يعد للبيع يعد للشراء، فيغني عنه تعبير المصنف بقوله ما يعد لبيع. وقوله لأجل ربح، ليس المراد بقول المصنف وغيره من أهل العلم أن عروض التجارة هي ما عد لبيع وشراء لأجل الربح، أن المقصود هو زيادة المال. فإننا نعلم أن كثيرا من التجار لربما اشترى سلعة فخسر فيها، بل في أحيان كثيرة يحدث هذا الأمر. وإنما المقصود بالربح هو الغرض الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق. ومن صور التي
يجزم التاجر بالخسارة ما يسمى بالتورق، فإن التورق في الحقيقة هو شراء السلعة بثمن غال وبيعه بسعر أقل لأجل الحصول على الورق الذي هو الفضة أو النقد، فحينئذ لا أحد يشك أن هذه العروض التي بيعت بغرض التورق أنها لأجل التجارة، مع أنه خاسر في بيعه لها إذ سيبيعها بأقل من السعر الذي اشتراها به كما تعلمون، وسيأتي التوسع في التورق في محله. إذن قول المصنف لأجل الربح هذا على قول أهل العلم أنه يعني عروض التجارة هو ما أعد للربح، هذا على سبيل الغالب وليس على سبيل الشرط بأن الربح الذي نعرفه، وإنما الأغلب أن شخص يطلب فيه ربحا، قد يكون الربح بزيادة الثمن، قد يكون الربح بالتورق وهو كسب النقود والسيولة فهي نوع ربح له، قد يكون الربح بالتخلص من شيء معين يضيق عليه في بيته فيقول لكي أبعده عن بيتي وعن المستودع أبيعه بسعر أقل مما اشتريته فأنا ربحت المكان الذي أحفظ فيه هذه الأشياء. ولذلك ذكر في الإنصاف ضابط نية التجارة التي سيأتي التوسع بها، وهي المرادة هنا بقول المصنف لأجل الربح. فقال صاحب الإنصاف: معنى نية التجارة أن يقصد التكسب بالعين والاعتياض عنها لا بإتلافها أو مع استبقائها. إذن يكون قصده من العين إنما هو التكسب فيه بالاعتياض عنها، التكسب بالاعتياض يعني بالمبادلة، التكسب بالمبادلة. يقابل ذلك عرض القنية هو الذي يقصد فيها التكسب أو الانتفاع بطريقة إتلافها كالأكل والشرب ونحو ذلك، أو مع استبقاء العين وإنما ينتفع بمنفعتها كالإجارة والسكنة وغير ذلك من الصور. إذن هذه هي نية التجارة، معرفتها مهم جدا، لأني ذكرت لكم قبل قليل أن من الباحثين من يقول إن نية الحفظ هي ملحقة بالقنية، فنقول ليس كذلك، فإن من اشترى سلعة لأجل أن يحفظ ماله فنقول في الحقيقة هو اشتراها لأجل أن يبيعها ولم يشتريها لأجل أن يستبقي العين فينتفع ببقائها أو يتلف العين فينتفع بإتلافها. فالحقيقة أراد بيعها إذا احتاج إلى الثمن بعد سنة أو سنتين أو عشر أو نحو ذلك من الأوقات، وحينئذ فإن ما يسمى عند المعاصرين بنية حفظ المال هو في الحقيقة لا يخرجه عن كونه في غالب الأحوال عن عروض القنية، لكن لو كان قد نوى معها منفعة عينها فإنها تصبح عرض قنية كما سيأتينا إن شاء الله في محله. قول المصنف: غير النقدين غالبا، قوله غير النقدين المراد بالنقدين الذهب والفضة، ومر معنا في درس الماضي أنه قد يلحق، وهذا هو المستقر عند المعاصرين جميعا أو عند عامة المعاصرين، أن النقد ليس خاصا بالذهب والفضة، بل كل ما كان متمولا وتقوم به السلع ويكون ثمنا فتدخل عليه الباء فإنه يكون حينئذ نقدا وثمنا، فيدخل في زكاة الأثمان التي هي النقدان وما يلحق بهما، ويكون خارجا من عروض التجارة لأن الأصل فيها تقييم السلع به. هذا معنى قول المصنف غير النقدين. وقوله غالبا، عبارة غالبا ها طبعا صاحب التنقيح ومن تبعه لا يذكرون غير النقدين غالبا، ما السبب؟ لأنهم يعرفون العروض لأنهم يعرفون نعم العروض فهي تشمل كل العروض فهم يميزونها فيدخلون فيها النقدين. طيب قول المصنف هنا غالبا، هذا قوله غالبا عائد للنقدين، عائد للنقدين، وذلك أن النقدين وهما الذهب والفضة الغالب أنها ليست معدة للبيع والشراء، وإنما هي في الحقيقة تقوم بها السلع، وفي أحيان قليلة يعد النقدان للبيع والشراء مثل الحلي وأموال التي تكون بيد الصيارفة، فإن الصيارفة يبيعون الذهب والفضة فحينئذ تعامل عروض التجارة. إذن النقدان الأصل أن أحكامها داخلة في الباب السابق إلا في حالة واحدة، وهي إذا قصد بها البيع والشراء لعينها فتعامل معاملة عروض التجارة، وذلك عبر مصنف قال غير النقدين غالبا، فغالبا ما يكون النقدان ليس داخلين في عروض التجارة لكن أحيانا تدخل. ما الذي ينبني على دخولها في عروض التجارة؟ أنا نقول إذا حكمنا بأنها من عروض التجارة مثل الأموال التي تكون بيد الصيارفة والذين يبيعون الذهب والفضة من الجوهريين وغيرهم، أو الذين
يعني يتعاملون في بعض الأمور التي قد أشير لها بعد قليل في الأوراق النقدية، فإنه وإن لم يبلغ نصابا من نوعه فإنه يقدر نصابه بالنقد الآخر. فلو فرضنا أن عنده ذهبا قليلا يريد بيعه، فإنه وإن لم يبلغ 85 جراما لكن قيمة الموجود يعادل قيمة 595 جرام من الفضة فإنه يزكى. إذن الحالة الوحيدة التي يقوم الذهب بالفضة، والفضة قد تقوم نصابه بالذهب لكن هذا نادر لأن دائما الذهب أغلى ثمنا، إنما هو يكون فيما لو كان الذهب معدا للبيع، مثل الذهب الذي يكون بيد الصيارفة. هذا مثله أيضا في النقد الذي بين أيدينا، فإن الريالات والدولارات والجنيهات وغيرها من العمل تقرر معنا أنها من الأثمان التي يجب في عينها الزكاة، إلا في حالة واحدة، إذا صارت عروض تجارة، مثل أن تكون العملات يتاجر بها لقدمها، فإن بعض العملات تكون قديمة وغير رائجة، فنقول من حين تكون العملات غير رائجة أو يتاجر بها لندرتها، مثل العملات التي تخرج بمناسبة المواسم كالتذكاريات مثلا، فهذه تعامل معاملة عروض التجارة، فمن جعلها عنده للذكرى أو جعلها عنده للقنية فلا زكاة فيها، ومن اشتراها ليبيعها فتأخذ حكم عروض التجارة فتقوم بقيمتها. على سبيل المثال، أحد الزملاء قريبا وجد عملات القديمة التي كانت عليها عند أحد والديه، التي عليها طبعة الملك فيصل، فوجد أن لما عرضها في السوق وجد أن 50 تباع ب60 ريال، إذن لو أراد أن يزكيها فإنه يزكيها بهذه النسبة باعتبار أنها أصبحت عروض تجارة ولم تصبح من الأثمان. أخذنا هذا الكلام كله من قول المصنف غير النقدين غالبا، إذ النقدين في أحيان قليلة قد تأخذ حكم عروض التجارة، ذكرت ذلك في الذهب والفضة، ومثله أيضا في هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها. نعم شيخ. تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغ قيمتها نصابا ويؤخذ منها لأنها محل الوجوب لا من العروض. نعم، هذه ثلاث مسائل. أول مسألة قول المصنف تجب الزكاة في عروض التجارة. وجوب الزكاة في عروض التجارة حكى بعض أهل العلم عليه الإجماع المتقدم من أهل العلم، ولكن فيه نظر هذا الإجماع لأن الشافعي رحمه الله تعالى حكى خلافا في المسألة، إن قبل فهم ما فهم من كلام الشافعي، لأن بعض الناس قد ينازع فيما نسب للشافعي في هذه المسألة. ولكن من أشهر من نقل عنه أن عروض التجارة لا زكاة فيها هو ابن حزم كما تعلمون، المتوفى سنة 456، فإنه نقل عنه عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. فإن كان الإجماع متقدما فإن خلاف ابن حزم حينئذ يكون باطلا، لأنه خلاف بعد إجماع سابق له، إن ثبت الإجماع المتقدم الذي حكاه ابن المنذر وحكاه جماعة من أهل العلم. وهناك أدلة وأخبار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على وجوب زكاة عروض التجارة في الجملة. وقد ذكر ابن مفلح أن يفهم من كلام أحمد أنه لم يثبت حديث صريح في وجوب زكاة عروض التجارة، وإنما دليله أقوال الصحابة واتفاقهم، وأدلتها كذلك قياسات وعمومات في الشريعة. هذا مفهوم من كلام الإمام أحمد في المسألة، وخلاف أهل العلم في الأحاديث الواردة في الباب مشهورة في كتب الحديث. المسألة الثانية قوله إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني تجب الزكاة في عروض التجارة وقدره ربع العشر كما سبق في الباب الماضي، لكن لها شرط، هذا الشرط هو أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصابا، وسيأتي إن شاء الله كيف يكون تقويمها وما هو النصاب، وهو أقل النصابين أحظ الفقراء والمساكين ومن في حكمهم من قيمة من الذهب والفضة. المسألة الثالثة قوله ويؤخذ منها، الضمير في قوله ويؤخذ منها عائد لما ذكره قبل قليل وهو قيمتها، أي ويؤخذ الزكاة من قيمتها، إذن منها عائد لقيمتها المذكورة قريبا قبلها بكلمتين. إذ الزكاة إنما تؤخذ في من عروض التجارة من القيمة ولا تؤخذ من العين، وهذا معنى قول المصنف لا من العروض، فلا يجوز أخذ زكاة عروض التجارة من عين العروض إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا كانت العروض من النقدين، فإنه لو أن الجوهري هذا الذي يبيع الذهب والفضة أراد أن يخرج زكاة الذهب والفضة منه نقول يجوز لأن العروض من النقدين.
لكن يخرجها بالقيمة ولا يخرجها بالجزء كما هو الحال في زكاة الأثمان، وسبق الإشارة إليه. فحينئذ نقول من أخرج زكاة عروض التجارة منها فإنها لا تجزئه مهما كان نوع العرض، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيره، إلا ما سبق في قضية النقدين. وقد علل المصنف ذلك بقوله لأنها محل الوجوب، أي لأن محل الوجوب إنما هو القيمة وليس محل الوجوب عروض التجارة. وهذا التعليل من المصنف فيه إشارة لمسألة، وهو أن وجوب عروض التجارة فرع عن وجوب زكاة الأثمان. زكاة عروض التجارة فرع عن زكاة عروض الأثمان، فرع عن زكاة الأثمان. وقد ذكرت قبل قليل أن أهل العلم يقولون إن عروض التجارة وجوب الزكاة فيها مبني على الإلحاق والقياس بالأثمان، لأن أصلها الأثمان، فمحل الوجوب هو القيمة هو الثمن، وليس محل الوجوب هو العين. قال رحمه الله: ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة حال التملك، بأن يقصد التكسب بها. نعم، هذه المسألة من أهم مسائل هذا الباب، هذا السطر الذي أورده المصنف. هذا السطر معناه ما هو؟ يقول المؤلف إن الفرق بين عرض التجارة وعرض القنية شرطان، إذا توفرا فإن العرض حينئذ يكون عرض تجارة، فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العرض لا يكون عرض تجارة، وإنما يكون حكمه حكم عرض القنية فلا زكاة فيه. ولذلك يقول المصنف: ولا تصير للتجارة، فإن لم تصر للتجارة تصبح ماذا؟ عرض قنية. ولا تصير للتجارة أي أي العروض مطلقا، كل العروض لا تصير للتجارة إلا بشرطين. الشرط الأول قال أن يملكها بفعله، هذا الشرط الأول سأقف معه قليلا وسيتكلم عنه المصنف لكن بعد بضعة أسطر. الشخص إذا تملك شيئا فإن الملك ينقسم إلى قسمين، إما ملك قهري وإما أن يكون الملك ملكا اختياريا. فإن كان تملكه للعين تملكا اختياريا فقد تحقق الشرط الأول، وهو قوله أن يملكها بفعله. وأما إن كان التملك تملكا قهريا فإنه كل ملك يملكه الشخص ملكا قهريا فلا تجب الزكاة فيه ولو نوى التجارة. سيتوسع المصنف الآن بصور الملك الاختياري. من صور الملك الاختياري أن يتملكه بمعاوضة محضة، بأن يكون الطرفان كلاهما بذل عوضا مثل البيع والشراء وغيره، فهذا ملك اختياري بمعاوضة محضة. وقد يكون الملك بمعاوضة غير محضة، فيكون أحد الطرفين بذل عوضا والآخر لم يبذل عوضا، مثل المرأة تتملك المهر فالزوج بذل العوض والمرأة لم تبذل عوضا في مقابله، فحينئذ هي معاوضة غير محضة، فحينئذ نقول هي بفعلها كذلك. الأمر الثالث أن يكون قد تملكه باختياره في التبرعات، لأن عقود التبرعات كلها إنما تملك بالقبول، والقبول من فعل المالك. إذن الأول بالمعاوضة المحضة، والثاني تملكها بالمعاوضة غير المحضة وهو عقد، والثالث تملكه بالقبول في التبرعات. الصورة الرابعة أن يكون قد تملك الشخص العين باختياره بحيازة المباح. إذن لا تخرج التملكات الاختيارية عن أربع صور على سبيل الحصر: إما معاوضة محضة أو غير محضة أو تبرع، وهذه الثلاثة تسمى العقود، والرابع هو الذي ذكرت لكم وهو حيازة المباح. إذن هذه أنواع صور التملك الاختياري، إذا وجد واحد منها وسيذكرها المصنف هي من تملكه بفعله. التملك من غير فعل هو الذي يسميه الفقهاء بالملك القهري، بمعنى أنه يملك المال قهرا من غير فعل منه ولا اختيار. ويتصور ذلك في صور، من هذه الصور أولا الإرث، فإن من مات مورثه انتقل الملك للوارث بدون قبول منه ومن غير إرادة، بل ربما ملكه من 10 سنين ولم يعلم بالمال إلا بعد 10 سنين، فنقول كل ملك كان بالإرث فإنه ملك قهري، معنى قهري من غير اختيار ومن غير فعل. من صور أيضا الذي يذكر العلماء أنه ملك قهري على مشهور المذهب، وهو اللقطة، فإن اللقطة إذا حازها الشخص فإن يده حينئذ تكون يد أمانة على العين حتى يكمل الحول، فعند تمام الحول
تصبح العين ملكا له ملكا قهريا فيملكها تلقائيا. ومن صور الملك القهري كذلك عندهم قالوا الرجل إذا أصدق زوجته مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرد له نصف مهره، إذ لم يستقر المهر إلا بالدخول، فهو لم يطلب العقد المهر وإنما هو أبان امرأته بالطلاق قبل الدخول، فرجوع المهر إليه النصف الباقي أو النصف الآخر من المهر يرجع إليه قهرا ولا يكون اختيارا، وذلك فإنه يعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو يعفو أي بعد دخوله في ملكه يعفو عن أخذه، فدل على أن الملك قهري وليس بفعل منه. إذن قول المصنف هنا أن يملكها بفعله يخرج ذلك الملك القهري، وله ثلاث صور ذكرتها قبل قليل. الشرط الثاني وهو الأهم حقيقة وليس الأهم، هو كذلك مهم، طبعا يخرج ذلك ثلاث صور، فكل من ملك بإرث أو ملك بلقطة بعد سنة أو ملك مهرا بعد الطلاق بعد الدخول فإنه في هذه الحالات الملك قهري، فلا تجب الزكاة في هذه العروض إذا كانت عروضا فلا زكاة فيها إلا أن يعمل فيها عمل التجارة. الأمر الثاني قال المصنف بنية التجارة. تقدم معنا أن المراد بنية التجارة هو قصد التكسب بالعين بالاعتياض عنها لا بإتلاف العين أو الانتفاع بها مع استبقائها، هذا هو معنى نية التجارة. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون لا بد أن تكون نية التجارة موجودة في الحول كله ولا تنقطع، فلو انقطعت النية في أثناء الحول فقد انقطع حول الزكاة ولم يجب فيه. وكيف تنقطع النية الحول نية التجارة؟ من تملك عروضا بفعله ونوى التجارة فإنه تحقق له الشرط الثاني، فإذا نوى بها الاستبقاء أو الانتفاع وهو نية القنية فنقول قطع نية التجارة. ولذلك العلماء يقولون تبقى النية في الحول كله إما حقيقة أو استصحابا للحكم، أو استصحابا لحكم النية يعني، واستصحاب حكم النية بأن يكون في هذه النية غير ناو قطعها، الاستصحاب هو عدم نية القطع، وليس لازم أن يذكر النية في كل لحظة أنه ينوي البيع. طيب بدأ المصنف بعد ذلك، لأن بعد ما نذكر كلام المصنف سأذكر تلخيصا للأحوال التي تكون فيها نية التجارة موجودة أو ليس كذلك. ذكر المصنف بعد ذلك في الأحوال أو الصور التي يكون فيها مالكا للعين بفعله، فرجع للشرط الأول فقال إما بمعاوضة محضة كالبيع والإجارة والصلح عن المال بمال والأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب أو استرد ما باعه. طيب إلى هنا، هذا النوع الأول من أنواع الملك بفعله، وهو أن يتملك بعقد معاوضة محضة، وهذا قال المصنف بمعاوضة أي في مقابل عوض، محضة أي خالصة، فكلا الطرفين الموجب والقابل بذل عوضا أخذه الطرف الآخر، هذا معنى قولهم إن معاوضة محضة. من أمثلته البيع واضح، فالبائع والمشتري إذا كان قد باع عرضا بعرض وحال البيع قد نوى التجارة أو أحدهما نوى التجارة، فمن كان قد نوى التجارة فالعرض في حقه يكون عرض تجارة. قال والإجارة مثاله شخص استأجر عينا بعرض فقال استأجرت بيتك بسيارة، فالمؤجر أخذ السيارة في مقابل إجارة، وعند تملكه السيارة كان ناويا بيع هذه السيارة، فحينئذ نقول إن هذه السيارة أو العين الذي أخذها في مقابل إجارة أصبحت عروض تجارة، لأنه أخذها تملكها بفعله في عقد معاوضة محض، وكان عند التملك ناويا التجارة. قال والصلح عن المال بمال، عبر المصنف بذلك ليخرج الصلح عن الدم، فإن الصلح عن الدم سيأتي بعد قليل أنه معاوضة غير محضة. الصلح عن المال بمال سيأتي إن شاء الله في كتاب باب الصلح أن الصلح هو يعود إلى عقد آخر، فالصلح عن المال بمال إما أن يكون إبراء، وإما أن يكون إذا كان من جنسه، وإما أن يكون بيعا إن كان من غير جنسه، فحقيقة الصلح بالمال عن المال يعود إلى البيع. قال والأخذ بالشفعة، رجل باع شخصا له وله شريك، فالمشتري جاء شريكه وأخذ ما اشتراه بحق الشفعة
وعندما أخذها بالشفعة كان ناويا البيع، فنقول إذن يجب في الشخص الآخر الزكاة لأنك ملكتها بفعلك بنية التجارة. قال والهبة المقتضية للثواب، سيأتينا تفصيلها، بأن ينوي عند بذله الهبة الثواب وأن يكون قد حدد الثمن على مشهور المذهب. قال أو استرد ما باعه، هذه المسألة سيأتي بعد قليل مسألة تشبهها بعكس حكمها، ولذلك من المهم أن أبين هذه المسألة. معنى قوله استرد أي استرد صاحب العرض، استرد صاحب العرض ما باعه وليس الطرف الآخر. إذن استرد هو العرض التجاري الذي باعه، وكان سبب الاسترداد منه هو بأن استرده بسبب عيب وجده في الثمن، أو بسبب إعسار المشتري، أو بغير ذلك من الأسباب كخيار المجلس وغيره. إذن المسترد هو الذي باع العرض وليس الطرف الآخر بإرادته هو وليس بإرادة الطرف الآخر، لأن سيأتينا بعد قليل مسألة أخرى يختلف حكمها، فإن المهم ربطها بتلك. نعم تفضل. قال رحمه الله أو غير محضة كالنكاح والخلع والصلح عن دم العم. نعم، هذا النوع الثاني وهو المعاوضة غير المحضة. قال كالنكاح، فالزوج يبذل عوضا والزوجة لا تبذل عوضا، وإنما يتجوز الفقهاء فيسمونه البضع. وقد ذكر ابن عقيل في الواضح ما معنى المعاوضة عن البضع. قال والخلع كذلك، المرأة هي التي تبذل العوض هنا عكس، والزوج هو الذي يعني يبذل أمرا مقابلا له، وهو فسخ النكاح. والأمر الثالث وهو الصلح عن دم العمد. والصلح عن دم العمد هو بذل من أحد الطرفين والثاني أسقط من حقه أو أسقط حقه في القصاص. نعم. أو بغير معاوضة. نعم، بغير معاوضة. أولا هي الهبة التبرعات، مثل كالهبة المطلقة، عبر بالمطلقة ليخرج الهبة المقتضية للثواب فإنها معاوضة محضة. والغنيمة والوصية والاحتشاش والاحتطاب. نعم، قوله والغنيمة، هذه الغنيمة تكسب، قيل إنها من كسب المباحات، وقيل إن الغنيمة في مقابل الجعل، كأنها صورة من صور الجعل التي تكون من لمن قاتل الكفار. وأما الوصية في الحقيقة أنها عقد تبرع فيه قبول، فلا تثبت قهرا، لأن هناك رواية في المذهب غير معتمدة أن الوصية تملك قهرا، والصواب أنه لا بد فيها من قبول. الاحتشاش هذا من ملك المباحات، فكل من حاز الحشيش من البر ملكه بفعله وهو الحيازة. الاحتطاب مثله يكون حائزا للحطب، والاصطياد مثله يكون حائزا للصيد، صيد البر أو البحر. إذن قوله الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، هذا الأمر الرابع وهو حيازة المباحات. فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة. طيب، هذه تخلف الشرط الأول والشرط الثاني. بدأ بتخلف الشرط الأول الذي سبق ذكره، هو أن يملكها بفعله. قال فإن ملكها بإرث لم تصل للتجارة. تخلف الشرط الأول إما أن يكون الملك قهريا بالإرث، لم يرد المصنف إلا صورة واحدة، وغيره من أهل العلم ذكر صورتين أخرين، وهي تملك اللقطة بعد مضي حول التعريف، ومنها أيضا كذلك عود المهر بعد الطلاق قبل الدخول والمسيس. إذن هذا هو صورة التخلف الشرط الأول. تخلف الشرط الثاني وهو شرط نية التجارة. قال إذا ملكها بغير نية، هنا قول المصنف بغير نية أي تملك عروض التجارة من غير نية التجارة، فقوله من غير نية أو بغير نية أي نية التجارة، لأنه قد تكون له نية أخرى بنية القنية، فالمنفي نية التجارة لا مطلق النية، وإنما اختصر المصنف لأنها واضحة في ذهن القارئ. قال ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة، فإنها لا تصير للتجارة إلا أن يجمع معها عمل التجارة، وسأتكلم عنه بعد قليل. نعم. قال رحمه الله إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا تحتاج إلى نية. نعم، إلا أن يكون قد اشترى أو ما في حكم الشراء كالإجارة والصلح اشتراها بعرض تجارة، يعني بعرض إنما يعد للتجارة ولا يعد للقنية، فهذا لا يحتاج فيه إلى نية، بل تجب فيه الزكاة في هذا العرض مطلقا. هذا الذي أخذ منه المشايخ، ذكرت لكم شيخنا الشيخ علي هندي وشيخه الشيخ عبد الله بن صالح، وبعض الأخوان يسألني
من هو الشيخ عبد الله بن صالح الذي نقلت عنه؟ ليس إمام الحرم بل هو خاله، وهذا من علماء حائل قديما. نعم، عبد الله بن صالح الخليفي الذي ذكرته في الدرس الماضي. نعم، إذا قال إلا أن يكون قد اشترى تلك العين بعرض التجارة فإن قرينة الحال تدل على أنه قصد التجارة ولم ينوي بها التجارة. هذه الجملة أخذ منها المشايخ أنه على المذهب أن الأوراق النقدية وإن لم نقل إنها من الأثمان إلا أنها تكون وضعت لعرض التجارة مطلقا فلا تحتاج إلى نية، فأخذوها من هذه الجملة من هذا الموضع أن عرض التجارة لا وليست موضوعة للقنية فتجب فيها الزكاة مطلقا، فتجب فيها الزكاة مطلقا. طيب، لعلي ألخص الكلام السابق في تقسيم وهو نختصر به ما سبق، وهو قضية أن نية التجارة وجودها وعدم وجودها في التملك له أحوال. الحالة الأولى أن توجد نية التجارة حال التملك بفعله، فهذا واضح وجد فيها الشرطان فتكون العروض عروض تجارة فتجب فيه الزكاة. الحالة الثانية ألا توجد نية التجارة حال التملك بفعله، فإن هنا لها حالات. الحالة الأولى إذا كان قد اشتراها بمعاوضة محضة كالشراء وما في معناه، وكان الشراء بعرض تجارة فإنه في هذه الحالة تجب الزكاة ولو لم ينوها. الحالة الثانية إذا كان ذلك العرض الذي اشتراه أو تملكه بفعله ولم تكن له نية التجارة موجودة، كان ذلك العرض من 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 الحلي من الحلي يعني من الحلي، فإنه حينئذ نقول تصبح عروض تجارة بمجرد النية، وستأتينا بعد قليل في كلام المصنف. الحالة الثالثة، نحن نتكلم حالة ثالثة من إيش؟ فيما إذا تملك عينا بفعله من غير نية التجارة. ذكرت لكم حالتين، أخوني يقول أعدها وسأذكر الثالثة معها. الحالة الأولى أن يكون قد تملكها بفعله بمعاوضة محضة وكان العوض عرض تجارة فتجب الزكاة مطلقا وإن لم ينوي. الحالة الثانية أن يكون تملكها بفعله بأي وسيلة، معاوضة محضة أو غير محضة أو بتبرع أو نحو ذلك، ولكنها كانت حليا، كان العرض حليا، فحينئذ نقول لا تجب فيها الزكاة إلا بمجرد النية، فمن حين ينوي بها التجارة تجب الزكاة فقط نية التجارة من غير عمل التجارة. الحالة الثالثة والأخيرة إذا تملكها بفعله بغير نية التجارة، بأن كانت نيته قنية مثلا، وهذا هو الغالب لمن يشتري سيارة للاستعمال أو يشتري بيتا للسكنة أو الكراء، فنقول لا زكاة فيها إلا بأن يوجد فيها أمرا وهو نية التجارة وعمل التجارة. إذن أصبحت الأنواع ثلاثة باعتبار إذا تملكها بلا نية تجارة بعضها تجب فيه مطلقا وهو إذا باعه بعرض تجارة، إذا اشتراه بعرض تجارة بمعاوضة محضة، وأحيانا بنية فقط وأحيانا بنية مع عمل، وسأشرح العمل بعد قليل. إذا عرفت ذلك عندنا الحالة الثالثة من أو الصورة الثالثة، ذكرت لكم الصورة الأولى إذا وجد الشرطان معا، وجدت النية ووجد التملك بالفعل، والثانية وجد التملك بالفعل وهو الشرط الثاني وهو الشرط الأول ولم توجد النية، وقلنا لها ثلاث أحوال أو صور. الصورة الثالثة بعد ذلك إذا كان التملك بغير فعله، بأن تملكه قهرا مثل الإرث، فنقول لا زكاة فيها وإن نوى التجارة، بل لا بد أن يجتمع شرطان وهو نية التجارة وعمل التجارة، لا بد من عمل التجارة ونيتها مثل الحالة الثالثة من الصورة السابقة، فلا بد من عمل التجارة ونيتها. ما هو نية التجارة؟ واضح، ونية البيع للعين. وما هو عمل التجارة؟ نص عدد من المتأخرين منهم مرعي وعثمان بن قايد النجدي وغيرهم أن عمل التجارة هو فعل البيع، لا بد من فعل البيع، لا بد أن يبيع العين أو ما في حكم البيع كالمصالحة عليه وغيرها من صور المعاوضات المحضة، لا بد من معاوضة محضة عليه كبيع أو صلح بمال عمال.
هذا الذي ذكره عدد من المتأخرين. وكان بعض مشايخنا يقول إن مقدمات الشيء تأخذ حكمه، ويقرر ذلك كثيرا جدا. والشيخ ابن باز مع أنه له رأي آخر في المسألة، إلا أنه يقول على القول بذلك فإن المقدمات تأخذ حكمه فإنها تكون كاشفة. وما معنى أن المقدمات تأخذ حكمه؟ فإن بعضا من أهل العلم يقول إن مجرد عرض السلعة للسوم أو عرضها للبيع بأن تسام فيقول سم كذا، أو يعرضها للبيع بأن يقول هي معروضة للبيع سواء جاء مشتري أو لم يجي مشتري، فهذا هو عمل التجارة، فحينئذ تجب فيها الزكاة. وهذا مأخوذ من كلام بعض أهل العلم غير المتأخرين من أصحاب أحمد، وله وجه، وإن كان المعتمد المذهب كما صرح به مرعي وغيره كعثمان وغيرهم أنه لا بد من وجود الفعل الذي هو البيع وهو المعاوضة المحضة. هذه المسألة أطلت فيها بعض الشيء، وهي في الحقيقة قد تكون أهم مسألة في هذا الباب، باقي مسائل الباب قد تكون أسهل من ذلك بكثير. نعم. قال رحمه الله: وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة إلا حلي اللبس إذا نوى به التجارة فيصير لها بمجرد النية، لأن التجارة أصل فيه. نعم. يقول المصنف: وإذا كان عنده، أي عند الشخص، عرض للتجارة، كيف يكون عرض تجارة؟ باب التأكيد بتوفر الشرطين: الشرط الأول نية التجارة، والشرط الثاني عمل التجارة. نية التجارة، نعم، نية التجارة وتملكها بفعله. الشرط الأول تملكها بفعله، والشرط الثاني نية التجارة. قال: فنواه للقنية، فنيته للقنية تقطع. وقد ذكرت لكم عندما تكلمنا عن نية التجارة أن من شرطها أن تكون موجودة في الحول كله، ومعنى وجودها في الحول كله ألا تقطع، والقطع هو أن ينوي بها القنية. قال: فنواه للقنية انقطع الحول وأصبح لا زكاة فيه. عنده أرض ينوي بيعها أو سيارة ينوي بيعها، ثم نوى نية جازمة غير مترددة أن يسكن في تلك الأرض أو أن ينتفع بتلك السيارة، فنقول هذه النية الجازمة تنقل العين من كونها عروض تجارة إلى كونها عروض قنية، فسقط وجوب الزكاة فيها، سقط وجوب الزكاة لأنه انقطع الشرط الثاني وهو نية التجارة بكونه قد نوى القنية. ثم قال المصنف: ثم نوى التجارة، ثم نوى التجارة، رجع النية الأولى. نقول لا يكفي، بل لابد مع نية التجارة من أمر آخر وهو عمل التجارة. وذكرت لكم أن عمل التجارة على قول المتأخرين هو فعل البيع، وأما بعض مشايخنا فيقول مقدمات فعل البيع تكون علامة على بدء الحول وهو السوم أو عرضها للبيع. قال: ثم نواه للتجارة لم يصل للتجارة إلا، طبعا لابد نقول بقيد، وهو أن يعمل فيها عمل التجارة وهو البيع أو مقدماته عندما رأى أن المقدمات تأخذ حكمه. قال: إلا حال اللبس، يعني الحلية التي تعد لللبس، إذا نوى به التجارة فإنه بمجرد النية يعود. وقد ذكرتها في التقسيم السابق فيما إذا تملك عينا ولم تكن له نية التجارة وكانت تلك العين من حل اللبس فإن بمجرد نيته تعود. قال: فيصير لها، أي يصير ذلك حلي اللبس للتجارة بمجرد النية. قال المصنف: لأن التجارة أصل فيه، أي أصل في الحلي. فالقاعدة المشهورة والمتقررة أن الرجوع للأصل تكفي فيه النية، وأما النقل عن الأصل فلا تكفي مع النية، فلا تكفي النية وحدها، بل لا بد مع النية من عمل. مرت معنا في الصلاة وفي الزكاة، وستأتينا في الصيام، وستأتينا في الحج هذه القاعدة الكلية. هذا الكلام الذي أورده المصنف لا إشكال فيه، لكن فقط فيه فائدة، وهي أن الشيخ مرعي قال إن هذه القاعدة، أن الحلي الذي يكون لللبس يكفي فيه النية، قال: قد يلحق به غيره كذلك وهو الجواهر. فقال مرعي: ويتجه ولو كان حلي اللبس غير نقد كلؤلؤ وجوهر فإنه يجب فيه الزكاة بمجرد النية. ووافقه شارحه وهو ابن العماد على هذا التوجه الذي ذكره، ولكن المذهب على خلافه، أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، وقول المذهب أقرب الحقيقة من قول مرعي. نعم. وتقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من عين أو ورق، ورق أو ورق، سواء كان من نقد البلد
وهو الأولى. طيب نأخذ جملة جملة. هذه المسألة من المسألة أيضا مهمة في عروض التجارة، فإن المسألة السابقة وهي الأهم متى نعرف أن العروض فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. وعلى سبيل المثال لو أردت أن تطبق هذه القاعدة على كثير مما يتملكه الناس من العقارات ويتملكونه من الأعيان فإنها كذلك. ومن ذلك ما جرى عليه كثير من المعاصرين من تطبيق هذه القاعدة السابقة فيما يتعلق في الأسهم والأوراق القابلة للتداول، الأوراق المالية القابلة للتداول، فإنهم يرون أنها إذا كان قد اقتنيت لأجل أن تباع، وهو الذي يسميه الناس بلهجتهم الدارجة وليس مصطلحا فقهيا مضاربة، فإنه يصدق عليها وجود الشرطين أنه ملك هذه الأسهم لبيعها فتملكها بقصد التجارة فتجب فيها الزكاة. وأما إن كان قد تملك هذه الأسهم لغير قصد بيعها وإنما قصد الأرباح التي توزع من الشركات في نصف السنة أو آخرها أو في ربع السنة، فإنها في هذه الحالة يقول لا زكاة فيها، زكاة لأعيانها، وإنما الزكاة في الأرباح المتحصلة. وهذا الكلام الذي قالوه بناء على أن تملك هذه الأشياء كتملك الأعيان، كأن الأسهم في الحقيقة هي ملك لعين، هي ملك لعين منفصل يقبل التداول ويقوم يعني تقييما منفصلا عن التقييم الفعلي، لأن تعرفون السوق أحيانا قد يرتفع وينخفض بناء على يعني الطلب والعرض الذي يكون في السوق المالية، وليس قيمة حقيقية للشركة. وذلك دائما الصفقات الكبرى يكون لها تقييم خارج سوق المال فيقوم بتقييم خاص بها. ولعل هذا مبني على الفكرة الحديثة المعاصرة التي حدثت من 100 سنة وأقل، وهي فكرة الذمة المالية في الشركات المساهمة، حينما جعلت الشركات المساهمة ذمتها منفصلة عن ذمة الشركاء من جهة، وجعلت أجزاءها وحصصها كذلك منفصلة، فكل حصة يمكن أن تكون قابلة للتداول بقواعد معينة تحكم هذا الشيء. ولذلك فإن الفتوى السائدة بأن كل من تملك أسهما لأجل المضاربة بها والمتاجرة ببيعها فإنها تكون عروض تجارة إذا توفر الشرطان السابقان متجه وقوي جدا بناء على قواعد الفقهاء، ولا أقول إنه هو المذهب ولكن مخرج على قواعدهم. وهكذا أغلب الأشياء العروض تستطيع أن تطبقها على القاعدة السابقة. المسألة بعدها إذا جاء الزكاة، فقد سبق معنا أن الزكاة تجب في القيمة ولا تجب في العين، فكيف يكون التقويم؟ أولا التقويم يصح التقويم والتقييم، كلاهما فصيح في اللغة. التقييم أو التقويم للعروض إنما يكون عند تمام الحول أي كماله، ونعرف بدء الحول بأن تبلغ العروض بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه الشخص نصابا. فإذا كانت العروض التجارية بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه الشخص من نقد عنده تبلغ نصابا فإنها في هذه الحالة فيها الزكاة، فتجب فيها الزكاة في هذه الحالة. وبناء على ذلك فإننا نقول من حين بدء الحول لا ننظر القيمة في بدء الحول، وإنما ننظر القيمة عند تمام الحول. فلو كانت تزيد أو تنقص في أثناء الحول ولم تنقص عن النصاب فلا أثر زيادتها ونقصانها في السنة كلها، فلا تقوم في السنة كلها وإنما تقوم عند التمام. وأما إذا نقصت في أثناء الحول عن النصاب فقد انقطع الحول، وهذا واضح. هذه أول مسألة في تقويم العروض. إذن تقوم العروض أي عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة عند تمام الحول. قوله عند الحول أي عند تمامه، عند انتهائه. وعرفنا متى يبدأ الحول، إذا بلغت العروض بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه الشخص من النقد نصابا. قوله بالأحظ لأهل الزكاة، لأن التقويم إما أن يكون بالذهب أو بالفضة، والأهب والفضة يختلف التقويم بهما بمقدار النصاب. فقال المصنف بالأحظ لأهل الزكاة، فيشمل ذلك الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم، وليس ولكن الغالب أنهم الفقراء هم أكثر من ينتفع في من أهل الزكاة. وحينئذ فنقول غالبا الأحظ هو الأقل في النصاب، وغالب الأزمنة يكون النصاب في الفضة أقل من النصاب في الذهب، وسبق معنا في الدرس الماضي. قوله وجوبا، قوله وجوبا يعود للجملتين، يعود للتقويم، فإنه يجب التقييم أو التقويم للعروض في يوم الوجوب وهو تمام الزكاة وهو تمام الحول، ويجب كذلك أن يكون التقويم بالأحظ للفقراء من النقدين. قول المصنف من عين، هذا تفصيل لما يكون به التقويم
للعروض من عين وهو الذهب أو ورق وهو الفضة. ومر معنا أنه حيث وجد أثمان أخرى مثل الريالات والجنيهات والدولارات والدنانير والدراهم وغيرها، وأعني بها العملات الورقية للدنانير والدراهم الذهبية والفضية، فإنها تقوم مقام الذهب والفضة فتقوم بها عروض التجارة، ولا يمكن أن يصلح حال الناس الآن إلا بتقويمها بالأوراق النقدية. لو قصرت الأثمان على الذهب والفضة لكان في ذلك حرج ومشقة عظيمة جدا على الناس، بل لم يف الذهب والفضة في البلد بأموال الناس وزكواتهم ربما، وأدى ذلك إلى ضرر بالناس كبير. ولذلك الصيرورة للقول اختيار الشيخ تقي الدين في المسألة السابقة في الزكاة قد يكون أحيانا ضرورة باعتبار واقعنا الحالي. قال المصنف: سواء كان من نقد البلد وهو الأولى أو لا، أي سواء كان التقويم للعروض من نقد البلد. كيف نقد البلد؟ أحيانا بعض البلدان لا يوجد عندهم نقد، أتكلم عن النقد السابق ثم سأتكلم عن الوضع الحالي. في بعض البلدان قديما لم يكونوا يتعاملون إلا بالدراهم وليس عندهم دنانير ذهب، وإنما يتعاملون بدراهم الفضة ولا يتعاملون بدنانير الذهب. وهذا معنى قوله سواء كان من نقد البلد، أي أن أهل البلد يتعاملون بالفضة من الدراهم ولا يتعاملون بدنانير الذهب، أو لا، أو قومت بالذهب وهي الدنانير وكانوا لا يتعاملون بها. يقول المصنف: لكن الأولى أن تقوم بنقد البلد. وجزم الموفق في المغني أنه ينبغي أن تقيد بأن تقوم بنقد البلد. والحقيقة أن التقويم بنقد البلد قد يكون هو الأولى، وخاصة فيما نتعامل به الآن من العملات الورقية، فإننا لو أطلقنا التقييم بما هو أصلح للناس فإن في بعض البلدان يكون هناك تضخم كبير جدا في عملاتها، فلو قومت العروض بالعملة الصعبة من العملات العالمية لكان أحظى للفقراء، لأن الانخفاض يكون يوميا عندهم بعد وجوب الزكاة، تجب الزكاة في اليوم الأول من محرم، في اليوم الثاني سوف تنخفض أكثر. ولذلك قول الموفق أن التقويم للعروض يكون بنقد البلد بما استجد الآن من التعامل الناس، نقول بعملة البلد، هذا أولى بناء على التضخم الحين الذي يختلف في يوم واحد. ونجد في بعض البلدان قد يكون تضخم في يوم واحد كبير جدا يصل إلى 10% أحيانا تنخفض العملة بمقدار 10% عند مثلا تعويم العملة، أول ما تعوم العملة يكون انخفاض شديد جدا مثلا، أو يكون هناك بعض يعني الآثار السياسية في بعض البلدان يؤثر في العملة فجأة. ولذلك قول الموفق أولى مما ذكره المصنف من التخيير، تخيير الساعي بين التقويم بين العملتين نقد البلد وغيرها. نعم. وسواء بلغت قيمتها بكل منهما نصابا أو بأحدهما. نعم، هذه المسألة سبقت، يعني لو أنه بلغ النصاب بهما جميعا فلا شك أن فيها الزكاة، لو بلغت بأحدهما وهو نصاب الفضة فعادلت العروض قيمة 595 جرام فضة، ولم تبلغ قيمته قيمة 85 جرام ذهب فتجب الزكاة كذلك، وهذه سبقت قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به ولا عبرة بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته. طيب، هذه مسألتان وهو كيفية تقويم عروض التجارة. المصنف قال: وتقوم العروض. كيف يكون تقييم العروض؟ عرفنا زمن التقييم وهو عند تمام الحول، لا عبرة بالقبله، وإذا قال المصنف ولا عبرة بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته ولا عبرة ببعده، وإنما عند اليوم الذي كمل فيه الحول وهو حول قمري بإجماع كما سبق معنا. طيب، ولا عبرة بالثمن الذي اشتريت به، وإنما بهذا اليوم الذي قيمت فيه، بهذا اليوم الذي وجبت فيه الزكاة وهو تمام الحول. كيف يكون التقييم؟ التقييم يكون بشهادة خبير، لأنها قول خبير فهو مخبر، فيكفي واحد، فأن يأتي شخص واحد عدل فيقوم هذه العروض فتجب الزكاة فيها حينئذ، فلا يلزم فيها اثنان وإنما يكفي واحد لأنه خبير والخبير واحد. عندنا المسائل التي حدثت قد يوجد كلام أهل العلم قليل فيها جدا، ولم يوجد التصريح ربما إلا عند بعض المالكية، وهو أن التجار يقولون إذا كان عندهم عروض كثيرة جدا فيقول: لو قومت هذه العروض بسعر المفرق فسيختلف سعره عما لو قومتها بسعر الجملة. مثلا صاحب محل تجاري لما حصر وجرد بضاعته فإذا هي 10 كراتين من هذه الأكواب، وهو يبيع كل كوب بريال،
فلو قال حسبت كل كوب على سبيل الانفراد فسيكون قيمتها مثلا 50,000، وأما لو بعتها كجملة بالكرتون فستنخفض القيمة إلى 7,000. فهل نقومها بسعر الفرادة نسميه الآن مفرق، أم يكون تقويمها بسعر الجملة وهو غالبا ما يكون أقل سعرا؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء، لأنهم قال تقوم العروض أي كل العروض، ظاهر كلامهم هنا وإن كان ليس بصريح وصرح به أحد المالكية، أن التقييم إنما يكون بالجملة ولا يكون بالمفرق، وهذا في أغلب الأحيان يكون أقل في التقييم فيما لو كان الشخص يبيع تلك السلعة مفرقة. مثال شخص عنده كيلوات من الرز كثيرة جدا فيقومها فيما لو بيعت كلها مرة واحدة وليس باعتبار كل كيلو على سبيل الانفراد. قول المصنف لا يعتبر ما اشتريت به، قد يكون اشتريت بسعر أقل وقد تكون بسعر أكثر، لا أثر، وإنما العبرة بالتقييم وقت تمام الحول. كذلك أيضا إذا زاد سعرها بعد التقييم أو نقص لا أثر له، إذ العبرة بوقت الوجوب. نعم. قال رحمه الله: إلا المغنية فتقوم ساذجة ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة. طيب نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الصفات التي ترفع القيمة، فيقول إن الصفة إذا كانت ترفع القيمة فإنها مؤثرة في تقييم عروض التجارة، إلا إذا كانت الصفة محرمة، إلا إذا كانت الصفة محرمة، مثل أن تكون صنعة محرمة أو نحو ذلك، فإن المحرم لا أثر له. مثل المصنف بعدد من الأمثلة فقال: إلا المغنية فتقوم ساذجة. ما معنى المغنية؟ يعني أن جارية تباع وتشترى، ثم الذي باعها علمها الغناء، فإن تعليم الغناء يرفع في سعرها، فحينئذ يقولون تباع على أنها ساذجة لأن الغناء محرم، فحينئذ هذه الصنعة محرمة فلا أثر لها في رفع القيمة. ومثله كذلك إذا كانت آنية ذهب وفضة فتباع، ومر معنا في الدرس الماضي، تباع بوزنها كما لو كانت تبرا، لأن هذه الصنعة صنعة محرمة، بخلاف ثوب الحرير، لأن ثوب الحرير قد يلبسه رجل ويلبسه امرأة، فحيث جاز استعماله في بعض الصور فإنه يجوز. ومثله سائر الحلي، وإن كان يلبسه الرجال في بعض استعمالاته محرم فإنه يقوم بصنعته. نعم. ويقوم الخصي بصفته. نعم. قول المصنف ويقوم الخصي بصفته، الخصي مراد به العبد الذي خصي، وقد جاء النهي عن خصاء العبد، بل جاء في بعض الآثار أنها سورة مثلة فيعتق على صاحبه إذا فعل به ذلك، وهو قول بعض أهل العلم، وهو قول قوي في المذهب وسيأتينا في العتق. لكن من اشترى خصيا ثم أراد بيعه فلا شك أنه، طبعا هذا قديم، لكن من الأشياء القديمة غير موجودة الآن، أن الخصية يكون أعلى سعرا من غيره لأنه يدخل على النساء فيكون مأمون الجانب، مع أن الخصاء صفة أو فعل محرم، ما نقول صفة محرم، نقول فعل محرم، فلا نقومه بنقص هذه الصفة. والسبب، الفرق بين هذه المسألة والسابقة، أن بالنسبة للخصي المحرم هو فعل الخصاء، وأما استدامته فإنه مأذون به، بخلاف السابقة فإن الصفة كلها محرمة، وفرق بين تحريم الصفة مع الفعل وتحريم الفعل بلا الصفة، وهذا هو مسألة، هذه هي مسألة الفروق الفقهية التي تكلم عنها العلماء. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله. هذه مسألة بناء الحول على حول سابق، ويسميها بعض بنض العروض دراهم والدراهم عروضا. يقول المصنف: وإذا اشترى عرضا، أي عرضا للتجارة توفر فيه شرطان سابقان، بنصاب من الأثمان، كان يملك نصابا من الأثمان من ذهب أو فضة أو ما ألحق بهما، فاشترى به، ما هو الثمن الذي دخلت عليه الباء؟ والمثمن ما يقابله، فالعرض هو المثمن ونصاب الأثمان هو الثمن. قال: أو من عروض التجارة، أو اشتراه بعروض تجارة. إذن فقوله من العروض معطوف على قوله بنصاب من الأثمان، فيكون الثمن عرض تجارة والمثمن عرض تجارة كذلك. واحد عنده سيارات للبيع فباع إحدى سياراته بسيارة أخرى يريد بيعها، فباع عرضا بعرض، فيكون الثمن والمثمن كلاهما من عروض التجارة. فقول المصنف هنا العروض، المقصود عروض التجارة، إذ هنا للعهد
نقصد بها العروض التي في أول الباب عروض التجارة. قال بنى على حوله، ولا نقول يستأنف حولا جديدا من ذلك الشراء. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، يكون عنده نقد ثم يشتري بهذا النقد عروضا للتجارة، فيظن أن الحول إنما يبدأ من حين الشراء. غير صحيح، بل حوله حول أصله ما دام أصله فيه الزكاة. نعم. وإن اشتراه بنصاب من السائمة أو باعه بنصاب منها لم يبني على حوله. هذه يعني شبيهة بالسابقة لكن مع اختلاف حكمها. قال وإن اشتراه، أي وإن اشترى عرضا للتجارة بنصاب من السائمة، أو العكس بأن باع عرض التجارة بنصاب منها أي من السائمة، وهذه السائمة غير معدة للتجارة وإنما أرادها لأجل الدر والنسل. قال المصنف لم يبني على حوله، لأن كلا النصابين الثمن والمثمن مختلفان في مقدار النصاب الواجب، المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وفي مقدار الواجب، فعروض التجارة تجب الواجب فيها بالقيمة، وأما السائمة فتجب إما غنما أو إبلا أو بقرا. قال رحمه الله وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى. نعم. يقول المصنف وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة، عنده سائمة وهذه السائمة ينوي بيعها، فاشترى هذا النصاب بنصاب من سائمة لقنية أريد أن لا يبيعها. قال المصنف بنى أي على الحول الأول، وذلك أن الجنس فيهما واحد، في الحالتين الجنس واحد وهذه واضحة. لكن هنا تنبيه لمسألة، وهو أن صاحب المنتهى وتبعه صاحب الغاية قلب هذه المسألة. المصنف تبع صاحب التنقيح، صاحب المنتهى والغاية قلبها، فماذا قال؟ قال وإن اشترى، أنا أقصد صاحب الغاية والمنتهى أو صاحب الغاية والمنتهى، قال بالمعنى وإن اشترى نصاب سائمة لقنية بنصاب سائمة لتجارة بنى. شفت كيف قلب المسألة؟ فجعل الثمن غير المثمن، وقلت لكم دائما فرق بين الثمن والمثمن بالباء. وهذا القلب الذي وقع فيه صاحب المنتهى تبعه عليه صاحب الغاية، وهو غير صحيح، لأنه في هذه الحالة إذا اختلف الثمن والمثمن فإنه لا يبني بل ينقطع، وسيأتي في كلام المصنف. ولذلك فإن منصور في شرح المنتهى وعثمان في حاشيته على المنتهى نظرا لقول صاحب الغاية، فالصواب عبارة صاحب الإقناع وليس عبارة صاحب المنتهى والغاية، فإنهما أخطأا والصواب مع ذلك. وإن كان صاحب الخلوتي في حاشيته تأول كلامهما بطريقة معينة لكنه بعيد، والأولى نقول أن الصواب ما ذكره المصنف تبع للتنقيح. نعم. وإن ملك نصاب سائمة لتجارة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، فعليه زكاة تجارة دون سوم. نعم. يقول المصنف وإذا ملك نصاب سائمة لتجارة، يعني عنده سائمة وقد أعدها لتجارة، فحال الحول عليه، والسوم ونية التجارة موجودان أي كلاهما معا. قال المصنف فعليه زكاة تجارة دون زكاة سوم، تجب عليه زكاة واحدة وهي زكاة التجارة وتسمى زكاة القيمة دون زكاة السوم، فلا يجب فيها زكاة سائمة الأنعام. قالوا لأن التجارة أقوى من السائمة. ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة مثل إن ملك 40 شاة. طيب. قيمة بدخل قبل مثل، نقف عند مثل هنا، يعني هنا في خطأ شكلي من الطابع معنا، حيث جعل قوله ولو في سطر جديد، والصحيح أن ولو متعلقة بالجملة السابقة. فالمصنف يقول إنه إذا ملك نصاب السائمة فحال وكان قد نوى به التجارة ووجبت فيه التجارة بالشرطين السابقين، فإنه تجب عليه زكاة التجارة ولا تجب عليه زكاة السوم ولو سبق حول السوم وقت وجوب زكاة التجارة. فكأنه يقول إن المسألة فيها حالتان، أن يكون حول السوم وحول التجارة في وقت واحد، فيجبان في وقت واحد، فحينئذ تجب زكاة تجارة ولا يجب زكاة الحول. وأما إن تقدم حول السوم فوجب حول سائمة الأنعام قبل حول زكاة التجارة، فإن هذه الحالة ما حكمه؟ قال المصنف إنها تأخذ حكم السابق، لكنه قال ولو إشارة لخلاف قوي في المسألة. فقد ذكر صاحب الإنصاف أن ظاهر كلام المقنع أنه سواء اتفق حولهما أو اختلف،
قال وهو أحد الوجهين في المذهب والصحيح وهو ظاهر كلام أحمد وهو الذي مشى عليه المصنف. ثم قال وقيل يقدم السابق منهما، فإن سبق حول السوم زكى زكاة سوم، وإن سبق حول التجارة زكى زكاة التجارة. قال واختاره المجد، فالمجد قال يقدم السابق منهما كما ذكره المصنف. إذن عبارة المصنف فيها فائدة وفيها ملاحظة، فيها فائدة في قوله ولو إشار الخلاف القوي، لأن المجد هو أحد الاثنين الذي عليه المتأخرون، المجد الموفق، حيث اختار أنه زكى السابق منهما. وفيها ملاحظة، إن صح التعبير أنها ملاحظة، أنه خص الخلاف فيما لو سبق حول السوم حول التجارة، مع أن عبارة المجد التي نقلها صاحب الإنصاف أن السابق منهما يقدم، فسواء سبق حول الصوم أو سبق حول التجارة، فلو أتى بعبارة تدل على احتمال الصورتين لكان أولى. قال رحمه الله مثل طبعا قول المصنف ولو سبق حول وقت الوجوب زكاة التجارة، متى تجب؟ تجب عند التجارة، عند حول التجارة، لأن الزكاة زكاة تجارة. مثل إن مالك 40 شاة قيمتها دون 200 درهم، ثم صارت قيمتها في نصف الحول 200 درهم، زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها، لأنه أنفع للفقراء، فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم. نعم، هذه مسألة قبل أن يذكر المصنف مثل، طبعا مثل هذه الحقيقة هي تفريع عن المسألة وليست هي مثال للمسألة. المسألة سبق الحديث عنها قبل قليل، فيما لو كان الشخص عنده بهيمة أنعام وهي سائمة وفي نفس الوقت أعدها للتجارة، فقد ذكرنا أنه تجب فيها زكاة التجارة فقط دون زكاة السائمة. أحيانا قد تكون تقديرها بزكاة السائمة أحظ، وأحيانا يكون تقدير الزكاة بزكاة التجارة أحظ. نبه لهذا ابن تميم في مختصره وهو تلميذ المجد، قال ابن تميم إنه لو ملك 40 من الغنم أو أكثر من 40 وملك 40 حقة أو جذعة، قال فزكاة التجارة أحظ. وأما لو ملك 30 تبيعا أو ملك 25 بنت مخاض أو نحوه، فزكاة السوم أحظ لأنها أكثر. ومع ذلك، مع أن زكاة السوم أحظ، فإننا نقول إنما يجب عليه زكاة التجارة ولا نقول يجب الأحظ مطلقا. المثال الذي أورده المصنف في قوله مثل، هذا مثال فيما يتعلق في اختلاف القيم. يقول المصنف إن ملك 40 شاة قيمتها دون 200 درهم، فهو في أول الحول إنما وجب عليه حول سائمة الأنعام ولم تجب عليه زكاة التجارة لأنها أقل من 200 درهم، لأن زكاة التجارة أقل قيمتها 200 درهم فضة. قال ثم صارت قيمتها في نصف الحول 200 درهم، قال المصنف زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها، مع أن حول السائمة سيأتي قبل ب6 أشهر، لأن 6 أشهر الأولى لم تبدأ فيها التجارة لعدم بلوغ نصاب التجارة. إذن فقول المصنف هنا مثل بيان متى يبدأ حول السوم قبل حول التجارة. قال زكاها زكاة تجارة ولا يزكيها زكاة السوم إذا جاء وقتها، إذا تم حولها أي حول التجارة. قال لأنه أنفع للفقراء، هذا على سبيل الأغلب وليس على سبيل الإطلاق، وقد نقلت لكم مثالا أو أمثلة يكون فيها إخراج زكاة السائمة أحظ للفقراء. قال المصنف فإن لم تبلغ قيمتها، هذه قرأتها شيء، هذه مسألة بعدها. قال فإن لم تبلغ قيمتها أي قيمة السائمة التي يملكها وقد بلغت نصاب سائمة بأن كانت 40 شاة مثلا، قال فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة في الحول كله، عنده 40 شاة في السنة كلها لا تبلغ 200 درهم، قال فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم فقط، لأنه لا تجب عليه زكاة التجارة لنقص لفوات شرطها. قال رحمه الله ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف حولا. يقول المصنف ولو ملك سائمة تبلغ نصابا للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة بأن نوى عدم التجارة، بأن أراد الدر أو النسل أو الأكل والانتفاع بعينها، قال استأنف حولا، فيبدأ حولا من حين قطع النية ولا يبدأ الحول من حين التملك، فيبدأ الحول، هذا حول ماذا؟ هو حول السائمة، فيبدأ حولا بزكاة السوم من حين قطعه نية التجارة.
لأنها انقطعت بنية الاقتناء وما يقوم مقامه. نعم. وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو زرعها ببذل تجارة، أو اشترى شجرا لتجارة تجب في ثمره الزكاة، فأثمر واتفق حولهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة، زكى الجميع زكاة قيمة. نعم، هذه مسألة يعني دقيقة ولكنها سهلة بإذن الله. قال المصنف وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها. قول المصنف وإن اشترى هذا على سبيل الغالب، والمقصود أنه تملك، وقد يكون التملك بالشراء وقد يكون التملك بغيره، مثل أن يتملكها بهبة، فكل تملك بفعله فإنه يكون حينئذ قد تحقق فيه الشرط. إذن فتعبير المصنف باشتراء على سبيل الغالب وليس على سبيل الشرط والقيدي القيد المعتبر. قال أرضا لتجارة، معنى شرائه أرض لتجارة أي ليبيع عينها. قال بزرعها، الباء هنا بمعنى مع، أي اشترى الأرض مع زرعها فهي مزروعة، ومعنى كونها مزروعة بأن زرع فيها حب كبر أو شعير أو نحو ذلك، فهو اشترى الأرض بزرعها، وقبل أن يبيعها بزرعها حصد زرعها، فذكر المصنف أنه يزكي الجميع زكاة قيمة، ولا يزكي الزرع زكاة الحب والثمر، وإنما يزكي الجميع زكاة قيمة، فلو حصد حبها ينظر كم قيمة الحصاد، قيمة الحب بعد حصاده ويزكيه بهذا المعيار، ولنا نقول أنه لا بد أن يبلغ نصاب الزكاة 5 أوسق. إذن هذه الجملة الأولى، واشترى أرضا لتجارة بزرعها. قال أو زرعها ببذر تجارة، يعني اشترى أرضا ليست مزروعة ولكن عنده بذر ينوي بيعه، فبذر هذا البذر في الأرض، لأن البذر استخرج منه بذر آخر كما تعلمون لمن أراد أن يتاجر بالبذر. قال أو زرعها ببذر تجارة فإنه يزكيها زكاة قيمة ولا يزكيها زكاة الخارج من الأرض أو زكاة المعشرات. الحالة الثالثة، قال أو اشترى شجرا لتجارة تجب في ثمره الزكاة فأثمر. هنا اشترى بمعنى ملك شجرا للتجارة كالنخل مثلا، وكان يريد بيع ذلك الأصل، لأن الناس قد اشتري الشجرة دون الأرض أو يشتريه مع الأرض. قال تجب في ثمره الزكاة، معنى تجب في ثمره الزكاة بأن كان الثمر مما يكال ويدخر، فحينئذ يجب فيه الزكاة لكونه مكالا ومدخرا، وليس المراد بقوله تجب في ثمره الزكاة أنه قد بلغ النصاب فلا يلزم بلوغه النصاب، بل يزكى بالقيمة. قال فأثمر، أي فأثمر الشجر والزرع كذلك وجد فيما لو زرعها ببذر تجارة، واتفق حولهما، أي أن حول التجارة وافق يوم الحصاد وهو حول الخارج من الأرض، فاتفق حولهما فوجد في وقت واحد. وأما إذا سبق حول أحدهما مع الآخر فسيأتي في كلام المصنف حكمه بعد قليل، وأن الحكم واحد لكن أشار لخلاف في المسألة. قال واتفق حولهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، لأن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واستقرار الوجوب عند الحصاد، بأن يكون وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، أي حول التجارة، حول عروض التجارة. قال المصنف وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة. الأصل عرف فسره منصور بأنه الشجر، وفيه نظر، بل الصواب أن المراد بالأصل الشجر أو الأرض، لأن الصورة الأولى الأصل هو الأرض والصورة الثانية هو الشجر، فالعبرة بالأصل فقط دون الزرع الذي معه، لأن حولان حول التجارة يبدأ من حين تملك الأصل للتجارة. قال المصنف زكى الجميع زكاة قيمة، فيزكي الأصل وهي الأرض أو الشجرة كالنخلة، ويزكي ثمرها، ويزكي الزرع بقيمته، فيقوم الأصل ويقوم معه الثمرة أو الحب والزرع، ولا يلزم أن يكون الثمرة أو الحب يبلغ نصابا، لأنه يقوم على سبيل التبع، وتخرج زكاته زكاة التجارة وهي ربع العشر، ولا تخرج زكاته كزكاة المعشرات يفرق بين المسقي بمؤنة وبغير مؤنة، لأن هنا من باب التبع، وهذه من تطبيقات قاعدة التابع تابع، فالزرع هنا والثمرة هنا تابعة للأصل، فأخذت حكمه في النصاب وأخذت حكمه في مقدار الزكاة، ولم تفرد بحكم مستقل. نعم.
إذن فقوله زكى الجميع زكاة قيمة، زكاة القيمة هي زكاة عروض التجارة، وبناء على ذلك فلا تجب فيه زكاة المعشرات التي هي زكاة الخارج من الأرض. ولو سبق وجوب العشر ولا عشر عليه. نعم، قوله ولا عشر عليه أي ولا تجب عليه زكاة الخارج من الأرض وهو المعشرات. قال المصنف ولو سبق وجوب العشر، هذا الحالة الأولى قال المصنف واتفق حولهما، هذا يقابلها فيما إذا سبق وجوب العشر بأن كان وأتى حقه يوم حصاده الذي هو بدو الصلاح واشتداد الحب، وهو وقت الوجوب سابق لحول التجارة. فالمصنف يقول ولو كان كذلك فإنه يخرج فيه زكاة تجارة فقط وهي زكاة القيمة، يقوم الأصل مع الثمرة والحب. وعبر المصنف بقوله ولو لأن في المسألة وجهين، حكى الوجهين لأن في المسألة وجهين، نعم حكاهما ابن تميم في مختصره، وذكر أن الوجه الثاني أنه يزكي الأصل للتجارة ويزكي الثمرة زكاة المعشرات، فتكون عليه زكاتان إذا سبق وجوب الحب، زكاة الحب والثمرة. إذن قوله ولو سبق وجوب العشر، العشر هنا أي المعشرات، يختلف فيما سقي بمؤنة وما لم يسق بمؤنة وهو زكاة الزروع والثمار. نعم، ما لم تكن قيمتها دون نصاب كما تقدم. نعم، قوله ما لم تكن قيمتها أي ما لم تكن قيمة الأصل، لأن الأصل سواء منفردا أو مع الضم ليس فيه زكاة. إذا كان الأصل منفردا أو الأصل مع الضم لم يبلغ نصابا فإن القيمة إنما تقدر عند تمام الحول، وهنا لم يوجد الحول، وهذا معنى قوله فلم تكن قيمتها أي قيمة الأصل وهو الأرض أو الثمرة منفردة أو مع الضم دون نصاب كما تقدم في السائمة التي سبقت قبل قليل في المثال الذي ذكر في الأربعين وغيرها، فحينئذ فتخرج زكاة معشرات. نعم، فإن كانت دون نصاب أي إذا كان الأصل مع ثمرة دون النصاب فعليه العشر، فعليه العشر فقط إذا كان الخارج من الأرض يبلغ نصاب الواجب هو خمسة أوسق. ولو زرع بذر القنية فتجب فعليه العشر ولا يجب عليه إذن زكاة التجارة وهي زكاة القيمة. ولو زرع بذر القنية في أرض التجارة فواجب الزرع العشر وواجب الأرض زكاة القيمة، وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية زكى الزرع زكاة قيمة. طيب، هذه المسألة يعني أنا سأختصرها ابتداء مع ذكر مسألة سابقة ألحقها بها فأجعلها صورا أربع، ثم بعدما أذكر الصور أرجع لكلام المصنف لأن فيه اختلافا بين كلامه وكلام صاحب المنتهى. سأذكر حالات فيما لو زرعت البذور في أرض، فيقول العلماء إن لها أربع حالات في نوع الزكاة الواجبة. الحالة الأولى أن تكون الأرض أرض قنية وأن تزرع ببذر قنية، ففي هذه الحالة لا يجب فيها إلا زكاة الزروع وهي المعشرات فقط، وهذا غالب المزارعين يفعلون ذلك. الأرض أرض قنية، تملك الأرض لينتفع بزرعها، والبذر بذر قنية لم يرد المتاجرة بالحب، لم يكن ينوي بيعه وإنما أراد اشتراه لكي يبذره في الأرض، فحينئذ لا تجب الزكاة إلا زكاة المعشرات. هذه المسألة لم يردها المصنف لأنها واضحة جدا وهي سابقة معنا في زكاة الخارج من الأرض. الحالة الثانية أوردها المصنف قبل هذه الجملة وإنما ذكرها قبل ذلك، وهو إذا كانت الأرض أرض تجارة وزرعها ببذر تجارة، مرت معنا قبل خمسة سطور قبل قليل. ففي هذه الحالة جزم المصنف أنه لا تجب في الخارج من الأرض إلا زكاة التجارة مضمومة للأصل، وهذه مرت معنا قبل قليل. الحالة الثالثة أن تكون الأرض أرض تجارة وزرعت ببذر قنية أي ليس بذر تجارة، ففي هذه الأرض مع الخارج منها زكاتان، زكاة زروع وزكاة قيمة الأرض، لا فيها زكاتان سيأتي كلام مصنف. الحالة الرابعة أن تكون الأرض أرض قنية وزرعت ببذر تجارة، فهذه كذلك فيها زكاتان كما سيأتي في كلام المصنف. انظر في كلام المصنف الصورة الثانية والثالثة. في الصورة الثانية يقول المصنف ولو زرع بذر قنية في أرض تجارة فواجب الزرع العشر، هذه الزكاة الأولى، فيجب أن يخرج
العشر من الخارج من الأرض، وواجب الأرض زكاة القيمة، فتجب عليه زكاتان، فتجب عليه حينئذ زكاتان. وهذا الذي صرح به المصنف. قبل أن أنتقل، هذا الذي صرح به المصنف جزم به أيضا صاحب الغاية الشيخ مرعي، إذ عبارة مرعي إن زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه فزكاة كليهما، أو نحو عبارة مرعي، أي تجب عليه زكاتان. فمرعي وافق صاحب المنتهى في هذه المسألة، وقد ذكر منصور وتلميذه محمد الخلوتي أن هذا أوجه، بينما صاحب المنتهى مقتضى كلامه حسب ما ذكر منصور في شرحه وعثمان في حاشيته أنه يزكيه زكاة القيمة فقط، ولا يزكي معه زكاة الخارج من الأرض وهو المعشرات. قال منصور: ومقتضى كلام المنتهى أنه يزكى زكاة قيمة سواء كانت البذور للقنية أو للتجارة. والأوجه كما قال منصور ونقلها تلميذه محمد الخلوتي جازما به هو كلام المؤلف وهو صاحب الإقناع، ومن وافقه كصاحب الغاية. وهنا كلام الإقناع أجود مثل ما مر معنا من كلام صاحب المنتهى في هذا الباب. الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة عفوا، هذه اللي قبل قليل هي الحالة الثالثة، وهذه هي الحالة الرابعة. قال المصنف: وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية، إذن أرض أرض قنية والبذر بذر تجارة، قال المصنف: زكى الزرع زكاة قيمة، فيزكي الزرع زكاة قيمة الأرض، فيزكيه زكاة القيمة، فتجب فيه كذلك وحده. نعم. ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما، أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضروات، أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول. نعم. كالربح. نعم. قوله المصنف ولو هنا إشارة لخلاف ذكره صاحب الإنصاف، فقال: وقيل لا يضم، ولم ينسبه لأحد، فهو إشارة السابق. قال المصنف: ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه. سبق معنا أن الثمر إذا كانت تجب فيه الزكاة في أول كلام المصنف حينما قال: أو اشترى شجرا لتجارة تجب في ثمره الزكاة، ذكر أنه يضم مطلقا. هنا قال: لو كان الثمر مما لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوها، أو الزرع لا زكاة فيه كالخضروات، ففي هاتين الحالتين قال المصنف: ضم قيمة الثمرة والخضروات إلى قيمة الأصل في الحول كالربح. إذن يضم مطلقا دون التفصيل في الحالات التي فيها معشرات أو ليس فيها معشرات. قال المصنف: أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة، يعني اشترى عقارا مؤجرا لغيره وله أجرة، فتضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل فيكون كالربح يزكى. ولو أكثر من شراء عقار فار من الزكاة زكى قيمته. نعم. هذه مسألة فيها خلاف، سأذكر خلاف بعدما أذكر كلام المصنف، والخلاف أشار إليه المصنف بقوله ولو. قال المصنف: ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته. هذا الذي ذكره المصنف متوافق مع قاعدة المذهب أن الاحتياط في الزكاة أن من تحيل لإسقاط الزكاة لا تسقط الزكاة عنه، ولذلك قال صاحب تصحيح الفروع وهو المرداوي أن هذا هو الصواب، ولذلك جزم به المصنف بناء على تصحيح المرداوي في التصحيح. ومعلوم أن المرداوي كتبه ثلاثة: التصحيح والتنقيح والإنصاف. وقد ذكروا أنه إذا اختلفت هذه الكتب الثلاثة فأقواها التنقيح ثم التصحيح ثم الإنصاف، فإذا نقل في التنقيح قالوا المنقل المنقح، وإذا نقل في تصحيح الفروع قالوا قال المصحح، وإذا نقلوا عنه من كتاب الإنصاف قالوا قال المرجح. وتفضيل هذه الكتب الثلاث بهذا الترتيب يعني سمعتها من المشايخ، ولم أقف عليها مدونة في كتاب، ولكن المشايخ كانوا دائما يكررونها أكثر من مرة حتى أنه يبدو أنه مستقر عندهم في أذهانهم هذا الشيء. طيب، هذا الكلام الذي ذكره المصنف أشار إلى الخلاف فيه في قوله ولو، والخلاف في هذه المسألة قوي جدا. فقد ذكر ابن مفلح في الفروع أن ظاهر كلام أكثر الأصحاب، قال بل صريح كلامهم، أنه قال أو صريحه، أنه لا زكاة في من شرى عقارا فرارا من الزكاة، شرى عقارا للقنية، وأما إذا شرى عقارا للكراء فسبق معنا حكمه حينما تكلمنا قبل درسين في من اشترى عقارا للكراء أنه لا يسقط عنه زكاة السنة الأولى فقط وما بعده يسقط. وهذا الذي ذكر ابن مفلح أنه يعني ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، الحقيقة أنه جزم به البهوتي
في الروض واقتصر عليه، فذكر كلام ابن مفلح ولم يذكر غيره، مما يدل على أن البهوتي في الروض يميل لهذا الرأي، وهو أنه لا تجب الزكاة لمن اشترى عقارا للقنية لا بقصد الكرى في أول سنة، وسبق الاستثناء السابق. وذكر بعض الشراح وهو عبد الحي أن صاحب الإنصاف مال في الإنصاف لهذا القول وهو سقوط الزكاة، وهذا يعني يرجعنا لقبل قليل فيما لو اختلف قول صاحب المرداوي بين كتبه فأيه يقدم، فلا شك أن ما قدمه في التصحيح مقدم على ما قدمه في الإنصاف. وأما ما ذكره في التنقيح لكن لم يذكر هذا المسألة في التنقيح فمقدم عليهما. وقد قال المصنف في رسالة الله إنما ذكره المنقح في التنقيح هو المذهب بلا امتراء، وهو مقدم على غيره. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. نعم، وسبق معنا استثناء واحد فيما لو اشترى العين للكراء ليكريها فرارا من الزكاة فإنه تجب فيها الزكاة في السنة الأولى فقط. ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما، وأخذه الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى ألفا وأخذه الشفيع بألفين. نعم، هذه المسألة التي قرأها القارئ هي مسألة الزكاة في العين المشترى إذا كان فيها حق التملك، وحق التملك هو حق الشفعة، هو ليس حق ملك وإنما هو حق تملك. يقول المصنف: ولو اشترى شخصا للتجارة بألف. هنا لو يبدو أنها ليست لإشارة خلاف وإنما لذكر مسألة، بدليل أن صاحب الإنصاف عندما ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا، فقد يوجد خلاف في غير الإنصاف. قال: ولو اشترى شقصا، يعني جزءا من عين، وذلك الجزء مستحقة فيه الشفعة، ومعلوم أن المعتمد في المذهب أن الشفعة إنما تجب في العقار وإذا كان فيه شركة غير مميزة، وأما الجوار فلا تجب فيه الزكاة ولو كان عقارا. قال: ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين، يعني عند تمام حوله بألفين، لو كان حوله بعد أسبوع فارتفع العقار خلال هذا الأسبوع فأصبح قيمة الشخص الذي اشترى بألفين. قال المصنف: زكاهما، أي زكى الألفين معا وجوبا، لأن العبرة بالقيمة، والقيمة عند تمام الحول كان الشخص في ملكه. قال المصنف: وأخذه الشفيع بألفين، فلو طالب الشفيع بالعين بعد علمه بها، وأنتم تعلمون أن الشفعة كحل عقال تبدأ مدة المطالبة من حين العلم، فلو لم يعلم بالبيع إلا بعد فترة كشهر أو شهرين فإن له حق الشفعة ويأخذها بالثمن الذي باعها بها شريكه. قال: وأخذه الشفيع بألف، لأنه الثمن الذي اشتراه به من شريكه. قال: ولو، هي عكسها، ولو اشترى الشخص الذي تستحق فيه الشفعة بألفين فصار عند حوله، أي حول المشتري، صارت قيمته ألفا، زكى ألفا واحدا فقط لأنها انخفضت القيمة، وأخذه الشفيع بألفين لأن الغنم مع الغرم. نعم. وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل وعصفور ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة. ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرض، وما يدهن به كسمن وملح. طيب، هذه مسألة حقيقة من المسائل التي يعبر عنها المعاصرون بزكاة المواد الخام التي تدخل في الصناعات وفي الأمور الخدمية، مثل ما يكون فيما يسمى الآن مصطلح السائد الأخير في الخدمات اللوجستية مثلا، وذلك إذا حال الحول أو جاء تمام الحول وهي عنده ولم يستعملها بعد في الصناعة أو يستعملها في الخدمات التي يريد أن يقدمها. قاعدة هذه المسألة، العلماء يقولون هذه المواد الخام تنقسم إلى قسمين: مواد يبقى لها أثر، ومواد لا يبقى لها أثر. فما بقي له أثر في الصنعة أو بعد الخدمة للعين فإنها تزكى ما دامت خاما، وأما ما يستهلك فإنه لا يزكى. هذه القاعدة. يبقى بعد ذلك تحقيق المناط في بعض الصور، قد تختلف وجهات النظر بين شخص وآخر، وسأذكر مثالا مما أورده المصنف. على سبيل المثال، لو أن شخصا عنده منجرة وحال حوله وعنده مواد خام كثيرة جدا من الخشب، فنقول زكي الخشب الخام لأنه يبقى أثره
فيصنع بابا ويصنع كرسيا ويصنع طاولة وغير ذلك. لو أن المواد الخام التي عنده هي من الطلاء نسميها البوية مثلا، فنقول إن هذا الطلاء يبقى أثره فيرى أثره، فما دامت خام إذا حال حولك فهذه من المواد الخام التي تزكى ما دام لم تستخدم بعد عند حوالين الحول وتمامه. وهكذا عشرات الأشياء التي يبقى لها الأثر، أما ما لا يبقى أثره فسأذكر أمثلة عندما يأتي في كلام المصنف. أورد المصنف أمثلة لنقول يعني في زمان متقدم، أمثلتنا المعاصرة بالعشرات. فكل مصنع من المصانع المدينة الصناعية هنا القريبة بجانبنا في جنوب الرياض، كل مصنع له مواد خام الخاص، بعضهم مواد بلاستيكية، بعضهم جلدية، بعضهم معدنية، وهكذا من المواد التي تختلف من مصنع لآخر. أورد المصنف عدد من الأمثلة يظهر بها القياس على غيرها من الأمور. قال: وإن اشترى صباغ، هنا يقوم بصبغ الثياب ونحوها، قال: ما يصبغ به ويبقى. إذن هذا هو المناط، أن يبقى أثره، يبقى أثره في الصنعة. مثل قال: كزعفران، إذا الزعفران يصبغ به فيكون فيه اللون الحمرة والصفرة. ونيل، النيل يعني إذا كان منكم من يذكر كنا يستخدم إلى عهد قريب، وهو الصبغ الأصغر، الصبغ الأزرق، يصبغ من صبغ أزرق يستخرج من شجرة اسمها النيل، وهي يعني شجرة معروفة مستخدمة منذ القدم، أصبح يصنع على شكل مكعبات، يعني قبل فترة كان يستخدمه الناس إما بطريقة بدائية أو مطور تطور بداية، ثم أصبح الآن كيماويا هذا الذي يسمى النيل. فالنيل هو صبغ أزرق. قال: كالنيل وعصفر، العصفر نعرفه يصبغ به ويشرب ولكنه ليس طيبا، وأما الزعفران فيستخدم ثلاث استخدامات، والنيل والعصفر استخدامان. قال: ونحوه، فهو عرض تجارة. ما ترتب على عرض تجارة؟ قال: يقوم عند حوله، أي عند تمام حول مالكه. فما هو حول مالكه في عروض التجارة؟ يقوم عنده. قال المصنف: لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة. هذا التعليل أخذه المصنف بنصه من كلام ابن مفلح الفروع. معنى هذا الكلام يقول: لاعتياضه، أي لأخذ الصباغ عوضا، هذا اعتياض يعني أن الصباغ يأخذ عوضا، عن صبغ قائم بالثوب. قائم يعني موجود وملحوظ ويرى وباقي في الثوب. قال: ففيه معنى التجارة، فكأن هذا الثوب لما انتشر، فكأن هذا الصبغة لما انتشر في الثوب صار كأنه قد باعه، ففيه معنى التجارة. إذن الضابط أن يكون قد بقي له أثر. من الأمثلة كذلك قال: ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به، كعفص وقرض، معروف القرض هذا نبات يعني يضرب به، ومثل المواد الآن أصبح الناس يستبدلونه بمواد كيماوية. قال: وما يدهن به، أي يدهن به الجلد الذي يدبغ، كسمن وملح، يدهن به لكي الملح يقويه والسمن يعني يجعله غير منكسر. فمثل هذا الأبقى له أثر، فحينئذ نقول إن فيه الزكاة إذا لم يكن قد استخدم عند حولان الحول. من أهل العلم من يقول كأبي البركات، ونقلها عنه تلميذه القطيعي في شرح المحرر، نقلها القطيعي في شرح المحرر، نعم لا نقلها ابن تميم في مختصره عن شيخه أبي البركات، أن أبي البركات يرى أن هذه الأشياء الأخيرة التي أوردها المصنف مما يستهلك ولا يبقى له أثر، فيرى أنها تدخل في القسم الثاني الذي لا يبقى له أثر فلا تزكى، مثل الأشياء التي ستورد بعد قليل. القسم الثاني قال: قال رحمه الله: ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر. نعم، يقول ما يكون من المواد الخام التي لا يبقى لها أثر في المنتج النهائي فإنه لا يزكى. أسهل مثال في من كان يعمل يشتري ديزل لكي يحرك به الآلات، فإن الديزل لا يرى في المنتج النهائي وإنما تحرك به الآلة، هذا من الأمثلة السهلة جدا. وهكذا الأشياء الأخرى التي ربما نلحق بها بعضها بعد قليل. من كما يشتريه قصار من حطب. نعم، الحطب، الحطب يستخدمه القصار وغيره لغلي الأشياء إذا كان باع شيئا يطبخ، أو لطبخ الخبز وخبزه، فالحطب ولو كان عنده كميات كبيرة حيث أنه لا أثر له في المنتج النهائي فإنه لا يزكى ولو كان خاما لم يستخدم. وقلي، القلي ما هو؟ قاله الرمث، الرمث اللي نعرفه هذا شجر الرمث، يحرقونه ثم يأخذون رماده، هذا الرماد الذي يؤخذ من الرمث ومن غيره يأخذونه ويجعلونه على الجسد فيستفاد منه أشياء، منها إزالة الشعر، ويستخدم كذلك في
أشياء معينة، فهذا الذي يجعله من يقوم بتنظيف الناس مثلا عنده مزين، خلنا نقول مثلا من يستخدم القلي، خلنا نقول مزين أو مزينة، فيأخذه لإزالة الشعر من الناس، فهي مادة خام عنده، نقول لا زكاة فيها. ومثال ذلك الأدوية التي تستخدم في مثلا العلاجات، طبعا مستهلكة بأكل أو غيرها، طبعا ما تتصور يعني في العلاجات، لكن نقول في مثلا في 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 الجف على الجسد مثل الكريمات وغيرها، نظرا لأنها مستهلكة ولا يبقى منها أثر بعد ذلك في الشيء الذي يباع، فإنه لا يزكى. ومنها الزيوت التشحيم وغيرها للآلات، ونورة، النورة هي التي نوع معروف يباع من الحجر يكسر، وأول من تنور قيل إنه أو أمر بالتنور هو سليمان عليه السلام فيما ذكره أبو عروبة في كتابه الأوائل، وهو يجعل أيضا لإزالة الشعر. وصابون، نعم، وصابون وأشنان. الصابون يحتاجه العامل الذي يقوم في الحمام، الذي يقوم بتغسيل الناس، يأخذ الصابون فيستهلك أو يغسل ثياب الناس. والقصار هذا يقوم بأكثر من دور، منها غسيل ملابس الناس، فقد يغسل ثوبهم بصابون وبغيره، وأشنان يستخدم كالصابون. ونحوه مما لا يبقى له أثر فيما يسمى عندنا الآن بالمنتج النهائي. نعم. الشيء الثالث، قال رحمه الله، نعم، ولا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجار. نعم، هذا الآن مسألة هي زكاة الآلات المنتجة سواء كانت صناعية أو خدمية. يقول المصنف لا زكاة في آلات الصناع سواء كان نجارا أو حدادا أو حلاقا أو غيرهم، أو حجاما أو طبيبا أو غيرهم من الناس. نعم. وقوارير العطار والسمان ونحوهم. نعم. ونحوهم كلهم أمتعة التجار. مثلا شخص عنده محل تجاري يزكي البضائع ولا يزكي الدواليب لأنها أمتعة، ولو يزكي المكتب ولو يزكي الديكور، هذه أمتعة التجار. قوارير العطار والسمان، العطار الذي يبيع العطور والسمان الذي يبيع السمن، يجعلها في قوارير ثم يغترف لهم من هذه القوارير أو من هذه العلب الكبار. هذه القوارير لا قيمة، لا تزكى، لها قيمة لكن لا تزكى لأنها ليست معدة للبيع، إلا أن يريد بيعها بما فيها. نعم، إلا أن يبيع العطر بقارورته أو السمن بإنائه، فإنه يأخذ حكمه فيكون عروض تجارة. نعم. وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها، إن كانت الآلات لحفظها مثل ما يربط به من لجام وغيره، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة. نعم، واضح. ولو لم يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة. هذه مسألة دقيقة جدا حقيقة، وذكرتها في أول الدرس، وهي زكاة عروض التجارة إذا كانت العروض منافعة. وصورة هذه المسألة، ذكر العلماء أن صورتها هو أن يستأجر دارا للتجارة لا للانتفاع، فيستأجر دارا ليتاجر بها، يستأجر الدار ليتاجر بالمنفعة فيبيع المنفعة فيؤجرها إلى غيره، استأجر ليؤجر غيره. فذكر المصنف أن مشهور المذهب، لأن المسألة فيها وجهان، أن فيها الزكاة. قال المصنف ولو لم يكن ما ملكه، أي ملكه للتجارة، عين مال بل منفعة عين. ومثاله ما ذكرت قبل قليل، أن يستأجر دارا للتجارة لا للسكنة، قال وجبت الزكاة. هذا الذي جزم به المصنف، هو أحد الوجهين في المذهب، وجزم به مرعي تبعا له، ولم يذكر هذه المسألة بعض المتأخرين. وكيف تكون تقدير الزكاة؟ نقول تجب الزكاة في قيمة المنفعة. كم قيمة هذه المنفعة؟ ليس العبرة بكم استأجرها، وإنما بقيمتها عند حولان الحول، فتجب فيها الزكاة بشرطين: أن يكون ملكها للتجارة، وأن تبلغ قيمة المنفعة نصابا إما على سبيل الانفراد أو بضمها إلى ما عنده من الأموال. نعم. قال رحمه الله ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا فصالح سيده على مال صار للتجارة. يقول المصنف ولو قتل عبد تجارة، أي عبدا معدا للبيع، هذا معنى عبد تجارة، وكان قتله خطأ أو عمدا، سأرجع لها بعد قليل، فصالح أي الجاني سيده، أي سيد العبد الذي قتل، على مال، قال المصنف صار للتجارة، أي صار المال المصالح عليه للتجارة، لأنه مستصحب فيه نية التجارة. فقط هنا مسألة أن المصنف هنا أطلق أن قتل العبد للعمد يأخذ هذا الحكم، وقد قيد ذلك ابن تميم وتبعه ابن مفلح فيما إذا قيل إن الواجب أحد شيئين: إما القود، وإما يعني القصاص، وإما الدية. فإن كان أحد شيئين واجب فنقول حينئذ مباشرة يصبح للتجارة، لأنه بدل عن التجارة. قال ابن تميم
وأما إذا قيل إن الواجب إنما هو القصاص عينا ولا يجب وأن الدية بدل عن القصاص فإنه لا يصير للتجارة إلا بنيته فقط. هذا تفريع وقيد مهم يعني من باب الفائدة ذكرها ابن تيمية. ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ثم تخلل عاد حكم التجارة. يقول المصنف ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر أي صار خمرا نقول لا تجب فيه الزكاة لأنه أصبح فقد المالية. ثم تخلل أي عاد الخمر خلا بعد ذلك. قال المصنف عاد حكم التجارة. طبعا قوله ثم تخلل أي تخلل بطريق مباح بأن يكون خلال هو خلال أصلا جعل العصير الخل أو تخللت وحدها بانقلابها بنفسها دون فعل الآدمي. أما المنقلبة بفعل الآدمي ففقدت المالية. قال المصنف عاد حكم التجارة فتجب فيها عروض التجارة ويكون حول للأصل وهذا من باب الاستصحاب فيكون حكم التجارة للخل لأنه معد للتجارة. ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب إن قطع الحول. نعم هذه المسألة ذكرت لكم أول فصل أنها تشبه المسألة التي وردت هناك. قال المصنف لو استرد ما باعه بعيب فإن فيه الزكاة. هنا يقول المصنف ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه ليس هو الذي رد وإنما الطرف الآخر هو الذي رد. إذن الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة من الذي اختار الرد. فإن كان الذي اختار الرد هو مالك عروض التجارة فإن عرض التجارة يكون كذلك مستمرا فيه الحكم. وأما إن رد عليه بغير اختيار منه ففي هذه الحالة انقطع الحول كما ذكر المصنف هنا. وهذه المسألة من دقيق الفروق ونبه للفرق بينهما السامري في الفروق وتبعه تلميذه الزريراني. يقول المصنف ولو اشترى عبر المصنف بقوله اشترى وهذا في الحقيقة يعني ليس على سبيل القيد لأنه قد يكون اشترى أو باع وصرح في الفروع قال أو باع ومثله لو باع لا فرق. عرض تجارة هو اشتراه بعرض قنية فرد عليه بعيب رد بغير خياره بعيب لا يلزم أن يكون الرد بالعيب بل قد يكون الرد بغير ذلك مثل الرد بسبب خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار الغبن ولكن الاختيار ليس منه إن من الطرف الآخر فإنه ينقطع الحول بخلاف الصورة السابقة إذا استرد هو ما باعه فإنه لا ينقطع الحول. نعم. وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معا أو جهل السبق ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبقى عليه زكاة كما لو علم ثم نسي. نعم هذه يعني مسألة قد يتصور وجودها وقد لا يتصور إلا في قلة. وهذه الصورة يقول لو أن اثنين شريكين في مال وهذه الشركة ليست شركة أملاك وإنما الشركة شركة يعني عقود وسأذكر كيف ذكرها بعد قليل. فأذن أحد كل واحد منهما أن يخرج الزكاة عن صاحبه. يقول المصنف وإن أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته. قوله من الشريكين مراد المصنف هنا شركة العقود لا شركة الأملاك. شركة الأملاك مثل اثنين يشتركون في أرض. لماذا؟ لأنه سيأتينا بعد قليل حكم غير الشريكين شركة العقود وأن الحكم فيهما سواء. الحقيقة أن الحكم فيهما سواء لكن فيه إشارة لخلاف المسألة ولكن مراده بالشريكين هنا شركة العقود بل خصها ابن تميم وهو أصل وهو الذي يعني نقلت منه هذه المسألة خصها بشركة العنان. وأما غيره من أصحاب كابن مفلح وغيره ومن تبعه إلى المؤلف ومن بعده فقد أطلقوا في جميع أنواع الشركات ولعل غالب صورها إنما هو في شركة العنان لأنها شركة تصرف ومال معا وكلام التميم قد يكون هو الأظهر في كثرة الوقوع. يقول وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته كل واحد أذن الآخر أن يخرج زكاته فأخرجاهما معا كل واحد أخرجها في نفس اللحظة التي أخرجها الثاني معه. قال المصنف ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه أخرج زكاة لكل واحد منهما فكل واحد منهما يرد إلى صاحبه ما أخرجه عنه أي ما أخرجه عنه من الزكاة وهو القدر المخرج من الزكاة إذا كان قد سلمها إلى الفقير ولا يرجعان على الفقير ويقولان أرجع الزكاة التي أخذتها. وهنا إشكال أورده ابن نصر الله في حواشيه على الفروع فقد ذكر
هل هذه المسألة متصورة أم لا؟ يقول ابن نصر الله يسأل هل هذا متصور إخراجهما معا؟ ثم قال قد يقع ذلك اتفاقا، يعني في أحيان نادرة، كما يقع تزويج الوليين للمرأة معا، يعني نادر جدا لكن ممكن في الذهن قد يقع لكنه اتفاقا هكذا. ثم قال المصنف أو جهل السبق منهما، يعني أخرجها ولا نعلم من المتقدم منهما أو الآخر، أو نلحق أيضا صورة ثالثة ذكرها بعض الفقهاء، أو علم السابق ثم نسي فكذلك، فيضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ولا يرجعان على الفقير. قال المصنف لأنه انعزل حكما، والقاعدة عند الفقهاء أن العزل الحكمي لا يشترط فيه العلم، هذه قاعدة أوردها جماعة منهم صاحب مستوعب وغيره. قال ولأنه لم يبقى عليه زكاة كما لو علم ثم نسي، هذه علم ثم نسي اللي قلت لكم وأوردها بعضهم، فجعلها ثلاث حالات. في الحالة الثالثة المصنف أخرها في الأخير وليست موجودة في كل النسخ وإنما في بعضها دون بعضها. طيب قال لم يبقى عليه زكاة، لماذا؟ لأنه أخرجت زكاتان والواجب إنما هي زكاة واحدة، فحينئذ نقول الزكاة الثانية الإخراج الثاني لا يصادف محلا فيضمنها صاحبه. نعم. وإن أخرج أحدهما قبل الآخر ضامن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم. نعم، هذه الصورة الرابعة، الثلاث السابقة لها حكم وهذه الصورة الرابعة مختلفة حكمها. قال المصنف وإن أخرج أحدهما قبل الآخر، يعني علم السابق منهما في الإخراج ولم ينسى، لأن قول المصنف كما علم ثم نسي، فلا بد أن نزيد وإن أخرج أحدهما، أي أخرج أحدهما زكاة صاحبه قبل الآخر، أي قبل إخراج الآخر زكاته صاحبه ولم ينسى، أخذنا القيد من السطر الذي قبله. قال المصنف ضمن الثاني، المراد بالثاني أي الذي أخرج الزكاة ثانيا بعد علمه، أخرج الزكاة بعد الثاني وعلمنا أنه هو الثاني. قال ضمن الثاني نصيب الأول، الأول هو الذي أخرج زكاته وزكاة نصيبه صاحبه. قال المصنف علم أو لم يعلم، أي علم الثاني بإخراج الأول للزكاة أو لم يعلم بذلك. نعم. قال رحمه الله لا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ويرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل. نعم، هذه مسألتان، هذه مسألة استطرادية متعلقة بباب آخر لكن لأجل المناسبة ذكرت هنا، وهذه من المسائل التي وردت في غير محلها. يقول المصنف لا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم، أي ولا يضمن إن كان قد وكل صاحبه بأداء دين عنه ثم أداه هو قبله أو معه. قال لا إن أدى دينا بعد أداء موكله، أي موكله الذي وكله بأداء الدين عين، ولم يكن قد علم أن موكله قد أداه أو كلاهما أدياه في نفس الوقت. لماذا أنه هنا لا يضمن؟ لأنه في هذه الحالة صاحب الدين قبض الدين مرتين فيمكن أن نرجع عليه، بخلاف الزكاة فإن نعطيها الفقير والفقير إذا قبض مالا لا نرجع عليه، وسيأتي التفريع أن الفقير إذا قبض مالا لا يرجع عليه في الجملة. طبعا هنا يعني قلت لكم بالنصر الله يقول لا يتصور أنهما يؤديان في وقت واحد، في وقتنا يمكن أن يؤدى ذلك في وقت واحد، وذلك عن طريق معرفة تواريخ الحوالات التي تصرف مثلا لمصارف الزكاة كالفقراء وغيرهم، فيمكن قد حول في نفس الوقت من الدقيقة والساعة فيكون تحويلهما إذن في نفس الوقت، فهذا الذي يعني جعله نادرا متصورا في وقتنا وبكثرة. المسألة الثانية قول المصنف ويرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل، هذه قاعدة كلية. يقول المصنف إن الوكيل إذا وكل غيره بالزكاة ثم تبين أن الذي بيده ليس زكاة بأن يكون قد أخرج قبل ذلك فله أن يرجع. من صور الوكيل أولا لو أن شخصا له خادم أو ابن فقال أخرج هذا المال زكاة ثم هو أدى الزكاة بنفسه فيتصل على وكيله خادمه أو ابنه فيقول ارجع يعني أعطني ما بيدك، فيرجع الوكيل على القابض بما قبض من الوكيل وهكذا. نعم. قال رحمه الله ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فكالشريكين فيما سبق. نعم، فيما سبق الحالة الأربع إذا أخرجها معا أو جهل السبق أو علم ثم نسي، الحالة الثلاث هذه يضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه
والحالة الرابعة إذا أخرج أحدهما قبل الآخر ولم ينسى فإن الثاني يضمن نصيب الأول لا عكس. هنا قول المصنف ولو أذن غير الشريكين يدل على أن قول المصنف إذا أذن كل واحد من الشريكين أو غير الشريكين لصاحبه سواء كانت بينهم شركة أملاك أو غير شركة الأملاك فإنه يأخذ نفس هذا الحكم. ولماذا أفردها المصنف؟ إشارة لخلاف في قوله ولو، إذ المسألة فيها وجهان كالوجهين السابقين خلافا وتصحيحا ذكره صاحب الإنصاف. والخلاف هو أن الوجه الثاني أن الضمان عليه سواء كان شريكا أو غير شريك، وذلك تعبير المصنف في قوله ولو يعني غير دقيق، فإن فيه إشارة إلى أن الخلاف في المسألة الثانية دون الأولى، وصاحب الإنصاف صرح أن الخلاف في المسألتين واحد. ولا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب. نعم، لا يجب على الوكيل أن يخرج زكاته هو أولا ثم يخرج زكاة موكله بعده، وإنما يستحب له ذلك. قيده بعض المتأخرين بشرط أن يكون ذلك غير مخل بفورية وجوب الزكاة عليه. قال رحمه الله ويقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي. يقول ويقبل قول الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي، يعني أن الموكل إذا قال نعم أنا أخرجت أولا، ومراده بأخرجت أولا أنه بذلها إلى وكيله وإن لم تكن قد بذلها إلى الساعي، فالعبرة حينئذ بذلك. نعم. وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها. أيضا ويقبل قول من دفع زكاة ماله إليه، الضمير في قوله إليه يعود إلى الساعي، لو أن شخصا ادعى أنه دفع زكاته إلى الساعي ثم ادعى بعد ذلك الساعي أنه كان قد أخرجها فيقبل قوله. نعم. وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده. نعم، تؤخذ من الساعي متى؟ إذا كانت بيده، إذا كان قد دفع إليه الشريكان أو غير الشريكين زكاتين، أحدهما يدفع زكاة نفسه والثاني زكاة من وكله بإخراجها، ما دام الساعي لم يعطيها الفقير فإنها تؤخذ من الساعي، وهذا استثناء من قاعدة ستأتينا إن شاء الله أن الأصل أن الساعي نائب عن الفقير، من صور استثناءات هذه الصورة فيجوز فيها الرجوع على الساعي ويؤخذ من يده ولا يؤخذ من الفقير. فإن تلفت أو كان دفعها إلى الفقير أو كان طيب دفعها. قال فإن تلفت أي تلفت العين بيد الساعي، أو كان دفعها إلى الفقير، أو الساعي كان دفعها إلى الفقير، فلا أي فلا رجوع، فلا يرجع عليه. أو كان دفع إليه فلا. طيب، قوله أو كان دفع إليه، الضمير في قوله أو كان يعود إلى الوكيل ورب المال إذا كان معا دفع إلى الفقير، وهذا يعود للمسألتين السابقتين معا، سواء كان الوكيل ورب المال هما شريكين أو كان غير شريكين، صرح بعود هذا الضمير ابن قندس لأن هذه عبارة صاحب الفروع ولكنه لم يجزم بها، فقال ابن قندس يحتمل أن يكون مراده الوكيل والموكل إذا دفع إلى الفقير، فحينئذ يكون الضمير في كان يرجع للوكيل والموكل في المسألة السابقة، وهي مسألة الشريكين إذا وكل كل واحد منهما صاحبه وأخرج الاثنان، وكذلك مسألة غير الشريكين. وجزم بهذا الذي قال ابن قدس أنه محتمل، يعني شبه صرح به منصور أو جزم به، دفع إليه الضمير في قوله إليه أي إلى الفقير. نعم. قال رحمه الله ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة. نعم، لأنها واجبة بأصل الشرع والنذر واجب بإيجاب الشخص على نفسه. فإن قدم النذر لم يصل زكاة وله الصدقة. نعم، لأنه لا بد في الزكاة من النية. وله الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته. نعم، قول المصنف وله أي من وجبت عليه الزكاة يجوز له أن يتطوع قبل إخراج زكاته الواجبة عليه، لأن هذا لا يمنع الواجب عليه. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.